تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة وخاصة لتغطية الأزمة الأوكرانية والحرب الروسية على أوكرانيا. أكيد هيدي الحلقة مباشرة تعرض حصريا على قناة شو الأخبار، وسعيدين جدا بوجود ضيوفنا معنا اليوم، الصحافي علي منصور والناشط السياسي الأستاذ زهير علوي والناشط الاجتماعي الدكتور عبد القادر مهنا. رح ناقش بدنا التليفونات سايلنت، خلينا نكون الحلقة منيحة. أكيد رح ناقش أكثر من محور فيما يتعلق بالحرب الآن بأوكرانيا، من ناحية الدلالات العسكرية، من ناحية الدلالات الاقتصادية، تأثيرها وانعكاسها على الشرق الأوسط. عدة ملفات رح ناقشها اليوم مع ضيوفنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على وجودكم معنا. دكتور عبد، حضرتك أنت عايش بأوكرانيا مش من فترة كتير طويلة. أنا عشت بكييف عاصمة أوكرانيا 11 سنة. 11 سنة عملت طبعا هونيك واختصاص هونيك، بعدين عملت اختصاص هونيك. يعني 11 سنة بأوكرانيا. بأي فترة عشت هونيك؟ من 91 لل 2001 2002. واو، سو عايش منيح، فوجودك معنا شو بيعطينا شوي فكرة أكثر عن أكيد عن المزيج الأوكراني كله، تاريخ الروسي الأوكراني وكيف كانت كلهم، هيدا فينا نقدر أكيد نحكي عنه. استاذ ابو عباس، كان في لك أنت زيارة ولا كنت موجود بروسيا إذا ماني غلطان؟ يعني أنا كنت روح زيارات على روسيا. بتحكي روسي؟ قالوا لي مش على روسيا، كنت روح على بيلاروسيا. يعني بيلاروسيا اللي هي حد روسيا، اللي عاصمتها مينسك. أي. اللي هو الاتفاق اسمه اتفاق مينسك اللي انعمل بال 2014، اللي هو وقتها اتفاق تبعون شرق اوكرانيا. أي. دونيتسك ولوغانسك، هول المدينتين اللي استقلوا. أي. عملوا اتفاق انه مع الحكومه الاوكرانيه، كان بال 2014 انه بيكونوا بالحكم الذاتي يعني. وكانوا بمينسك، عشان هيك اتفقوا سموه اتفاق مينسك. استاذ علي، انا مش اتفق انا وياك، كنا باوكرانيا ولا كنا بروسيا. استاذ علي، هل تعتبر الازمه بلشت من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعطاء الاستقلال او الاعتراف بالاستقلال لهودي المنطقتين الانفصاليتين، ولا الازمه مبلشه من فتره يعني من وقت الاتفاقيه اللي عملت بال 2014؟ لا، هي الازمه مبلشه من قبل، حتى من قبل 2014. الازمه صارت انه من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن بعد نيل اوكرانيا على الحكم الذاتي او استقلالها يعني. نعم. عن الاتحاد السوفيتي طلع في نظام باوكرانيا كان موالي لروسيا بشكل عام. علشان هيك اذا بنشوف انه تاخرت اوكرانيا بالانضمام الى حلف الناتو، لانه كان في نظام موالي للحكم المركزي بروسيا. نعم. ما كان فيها التناقض بيناتهم بس. ولكن من بعد ما صارت الثورة البرتقالية بمنتصف الألفين، ومن بعدها صار في مد وجزر بتغييب النظام الداخلي الأوكراني، فبلشت الأزمة من قبل، لما تم إطاحة الحكومة السابقة. نعم. اللي كانت برئاسة، أنا مش كتير بحفظ أسماء لأنه بالأوكراني أو بالروسي الأسماء صعبة، يانوكوفيتش كان اسمه، يانوكوفيتش بيساعدوك الشباب بالأسماء، بسم الله عليهم. تحفظ أسماء ومناطق صعبة شوية أكيد. فمن هون بلشت الأزمة. يعني الأزمة هي من قبل 2014، والخطوة الروسية يعني خطوة الاجتياح اللي منا خطوة يعني منا هلأ يعني يعني منا وليدة هيدي، ولا وليدة هاللحظة ولا وليدة سنة. في خطط من قبل كان عم بيحضر له الرئيس بوتين من شان يعني القضاء على هيدا الثغر او على الخاصرة الرخوة لروسيا. بس ولكن كان ناطر المعطيات الدولية، الوضع روسيا. بنعرف انه روسيا يعني روسيا من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اخذتها فترة عدة سنوات، مش عدة سنوات، ربما يعني عشرات السنوات، من اجل عادة يعني استنهضت ووقفت اقتصاديا. نعم. وعسكريا وسياسيا بالمنطقة، وتمددت ورجعت فتحت، من شان صارت قوة قدرانة انها تصمد بوجه الهجمة. لانه طبعا الدخول على اوكرانيا مش مسألة نزهة يعني او شيء، في بوجه معطية يعني بنحكي فيها له اكيد، له دلالات اقتصادية سياسية، في تحضير وفي شغل اقتصادي. بس اشارة هون انه روسيا مثلا هي القوة الثانية، يقال انه القوة الثانية، مش القوة الثانية، القوة الثالثة، لانه انت عندك الناتو هو عسكرية الاولى، عسكرية الاولى قبل امريكا حتى. يعني قوة الناتو هي الاولى بالعالم، بعدين ترجع امريكا، بعدين ترجع روسيا. بس ولكن روسيا القوة الاقتصادية الثانية عشر يعني بالعالم، من القوة الاقتصادية اقتصادياً يعني. طبعا يعني في فرق كبير، في هو هون اللي بدي وضحها، المسألة اللي بدي وضحها، في هو كتير كبيرة بين قدرة روسيا العسكرية اللي هي
خطوة كتير يعني هي مقدرة كتير قوية. نعم. هي الثانية الثالثة بالعالم تانية أو الثالثة بالعالم بس ولكن اقتصاديا هي 12 بالعالم. نعم. فعشان هيك عم نشوف عم يقدروا يحطوا عقوبات ويحطوا قيود على روسيا عم يأذوها بهذا الموضوع لأنه مثل ما بنعرف النظام العالمي مسيطر عليه من قبل الغرب ومن قبل الولايات المتحدة. نعم. الأمريكية تحديدا يعني أكيد رح نفوت بملف أكيد. الاقتصادي بشكل معمق أكثر تأثيره على سوق الأسهم تأثيره على أسعار النفط الاقتصاد العالمي بشكل عام بس بدي أخذ رأيكم دكتور عبد وأستاذ زهير بفكرتين كتير عم ينحكى فيهم هلأ حاليا لسبب إقدام روسيا على هيدي الحرب بهيدا الوقت بالذات. في خبراء عم بيقولوا أنه أمريكا والغرب هن اللي أجبروا روسيا على هذا الموضوع لتجاهلهم الدب الروسي كمان لتعاملهم معهم مثل بخفية لتعاملهم معهم على أساس هن العدو. شفتك عم بتهز براسك عبد هذا الموضوع أكيد. والفكرة الثانية اللي هي عم بتقول أنه ضعف الرئيس الأمريكي الحالي بايدن والظروف اللي عم تمرق فيها هلأ حاليا أمريكا. بدي أخذ رأيكم بهيدي الأفكار عبد ببلش عندك شو رأيك بهودي الفكرتين اللي عم تنطرح هلأ حاليا هلأ أستاذ علي بلش فيهم بالنسبة للأسباب الحرب على أوكرانيا هلأ نحن بدي شوي أحكي بتاريخ التاريخ أوكرانيا كيف, نعم. كيف انوجدت أوكرانيا وليش هي روسيا يعني شو المختلط بيناتهم وشو الفرق بيناتهم أوكرانيا طول عمرها هي تحت السيطرة الروسية نعم. ما كان في شيء اسمه أوكرانيا حتى العرق الأوكراني كان في بشرق بغرب أوكرانيا كم شيء 3-4-5 مناطق بس هو اللي بيحكوا أوكرانيا نعم. بس أوكرانيا 604,000 كيلو متر مربع هذا شيء هيوج العالم هلأ بعد التسعينات بلشوا يحكوا أوكرانيا طول عمرهم روسية مثلا المنطقة هاي كانت تحت السيطرة الروسية من 881 من أول ما تأسست لا حد صارت الثورة البلشفية ولينين بال 1918 أعلن دولة اسمها أوكرانيا سو أنت تقريبا عم بتلمح للي قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللي هو لمح له أوكرانيا جزء من روسيا هذا التاريخ هلأ شرق أوكرانيا كله ما في واحد بيحكي أوكراني كلهم روس أصلا بالأساس هلأ دولة دنيسك اللي أعلنت بس يعني لوغانس. لما بنحكي عن شرق أوكرانيا هل يا ترى فقط تتكلم عن المنطقتين الانفصاليتين اللي هني دوهانسك نو شرق أوكرانيا هو كله عم تحكي خاركوف عم تحكي أنت بعد بلطافا عم تحكي أوديسا كلهم هول حتى البحر الأسود كله كله شرق أوكرانيا أصلا هيدا هيدا كلهم اللي موجودين واللي عايشين فيه هني روس منهم أوكران يعني هلأ ليش أصلا هني أوكران يتكلمون اللغة الروسية نو. ولا أوكران العرق الأوكراني هني بس غرب أوكرانيا غرب أوكرانيا كم منطقة حتى هلأ الرئيس الحالي لأوكرانيا زيلينسكي أصلا بالمعتقد هو المعتقد تبعه يهودي هلأ تعلم الأوكراني هلأ بلش يحكي أوكراني وعم يحكي أوكراني عنده أكسنت بالأوكراني هو أصلا لغة ولغة بي وأمه روسي سنة 1991 مش وافقت روسيا الحالية على منح الاستقلال اعترفت بأوكرانيا ومنحتها استقلال بشرط بشرط انه لا لا وافقت بشرط بشرط اصلا هن اللي تم نهايه الحرب البارده انه والله امريكا ربحت بالحرب البارده وعملوا فيلم وفرط الاتحاد السوفيتي مش هيك احنا وسوريا بنحكي عربي يعني هل هذا مبرر لانه سوريا تجي تضم جزء من لا مش هيك هلا اوكي اذا نحكي عربي ابدا مش هيك لما بنهايه الحرب البارده بال 1991 لما فرط الاتحاد السوفيتي ونهوا الحرب البارده كان في وعد ليلتسن هو انضحك عليه انه مش راح يتقدم الناتو شرقا يعني كل هالمناطق بولندا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا كل هذا المحور مش ما كانش لازم يكونوا بالناتو بس وعدون انه خلص نحن انتكم منكم اعداء والناتو مش راح يتقدم شرقا هلا الناتو تقدم على كل هيدي الدول وهلا من 1991 من لما وافقت روسيا على استقلال اوكرانيا وبلش دخلوا الامريكان على اوكرانيا وبلشوا يغيروا المنتاليتي بلشوا حتى دخلوا على المدارس الخاصه وبلش يعلموا بس اوكراني ممنوع اللغه الروسيه تصور انه بالبرلمان منع اللغه الروسيه وهي نص روس ماني مختلف معك على التوصيف بس ولكن هذا الشيء تثير مشاكل وبتعمل ازمه بين البلدين بس هذا لا يلغي استقلاليه اوكرانيا هذا بدي لك اياه صح لا يلغي استقلاليه اوكرانيا يعني وحق الروسي بانه يضم اوكرانيا كارض جزء من روسيا اصلا يعني ما بدنا نفوت لهون احنا بدنا هلا الرئيس بوتين ما بده اوكرانيا لا بدنا نناقش المواضيع الثانيه الرئيس بوتين ما بده اوكرانيا لإله
بس ما بده اوكرانيا تكون عدو بنفس الوقت. طيب. وهن عملوا من اوكرانيا عدو. طيب من ناحيه هيدي الفكره اللي اعطيتها انا الفكرتين دكتور عبد، يعني فكره انه امريكا وحلف الناتو والغرب تقريبا بتجاهلهم لروسيا كانوا سبب من يعني الهجوم الروسي حاليا على اوكرانيا، والفكره الثانيه اللي هي ضعف الرئيس الامريكي جو بايدن. بدي رايك بهذا الموضوع استاذ ابو عباس. اول شيء تحيه لك وتحيه لضيوفك وتحيه للمشاهدين. الله يخليك. هلا الأزمة اللي موجودة بين أوكرانيا وروسيا هي أزمة معقدة. نعم. لأنه أوكرانيا وروسيا منن سوريا ولبنان. يعني أوكرانيا وروسيا عاشوا تحت مظلة حلف على مدى عشرات السنين. نعم. وقت اللي كانوا ضمن الاتحاد السوفيتي. هلا وصار في حالة تداخل، يعني إنه بقلب روسيا بتلاقي أوكران روس، وبقلب أوكرانيا بتلاقي روس أوكران. يعني شعوب عاشت مع بعضها ما عادت عارفة انه هي بتنتمي بس لهذا البلد ولا بتنتمي للاتحاد السوفيتي. تمام. فمان عليك. هلأ في عنا كمان يعني قصة كتير مهمة بالعالم، هي انه في احادية القطب. وهذه المسألة مشكلة حالة من الدكتاتورية المقنعة بالعالم. أحسن. يعني مثلا انه في ازمة مفاهيم، كل المفاهيم بالعالم صار لها وجهين. نعم. إذا كانوا اللي قايمين فيها تابعين للغرب فبيكونوا يعني ناس بدهم التغيير. نعم. إذا كانوا تابعين للشرق فهن إرهابيين بدهم يدمروا النظام العالمي. أوكي. ففي عنا أزمة. يعني مثلا هذه الثورات الملونة، يعني مثلا إذا صارت الانتخابات بأوكرانيا. نعم. بيقولوا لأنه صارت بظل هذه الظروف واللي أشرفوا عليها هؤلاء الناس، معناتها هذه انتخابات غير شرعية. نعم. لا تمثل الناس. بس إذا أجوا الأمريكان مثلا لو افترضنا وعملوا انتخابات، بيقولوا هذه الانتخابات حتى لو اجتزأت المجتمع، مثلا ربع المجتمع هو اللي صوت وثلاث أرباعه ما صوت، بيقولوا هذه الانتخابات الحقيقية. نعم. فما عليك. عندنا مثلا مسألة حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تستعمل وقت اللي بتصب بمصلحتنا، وبنستعملها ضد الآخرين وقت اللي بتصب بمصلحتهم هن. يعني في عندنا اختلاط، وفي عنا يعني حالة من الضبابية بعملية التعاطي مع المفاهيم. نحن أزمتنا أنه ما فينا نقبل بأنه أوكرانيا تجتاح روسيا. ليش؟ لأنه نحن موجوعين تاريخيا. في عنا قصة فلسطين، ما فينا نبرر احتلالات أنه كل واحد صحيح. يجي لحتى لي يستعمل قوته وقت اللي بيكون قوي ضد ما يسموه الضعفاء. هي هذه القصة لا تنطبق على أوكرانيا وروسيا. هي, يعني. هي المعايير اللي عم تحكي فيها، يعني فيك أكثر من شخص وأكثر من محلل سياسي كانوا عم يحكوا إنه كيف بنقبل بإنه روسيا تعمل حرب على أوكرانيا، أو صح. ما بنقبل، كيف ما بنقبل إنه روسيا تعمل حرب على أوكرانيا وقبلانين إنه فور إكزامبل السعودية والحلفاء يعملوا حرب على اليمن. أخي إيه مثلاً ما هي حكي عم يحكي هون بننتقد. هون في مسألة كتير مهمة. أنا هون مثلاً بهذا الموضوع خصوصاً، يعني أنا شفت كتير حكي. في ناس قالوا لي بالمباشر وفي تعليقات على السوشيال ميديا وهيك انه اي خليهم يشوفوا المعاناه، خليهم يحسوا بمعاناه اليمن، وخليهم هذا مش موضوع معاناة. هذا المنطق لا لا، هذا المنطق غير صحيح. ابدا غير صحيح. نعم. انا بقول اتعاطف مع النساء ومع الشيوخ ومع الاطفال باوكرانيا، ما حدا مقرب صوبهم، بتعاطف معهم، وبنفس الوقت كمان بدعي المجتمع الاوروبي للتعاطف مع اليمن ولتغيير نظرته للحروب عنا بفلسطين وبغزه وباليمن وبسوريا وبالعراق. مش معناته بقول انا لا خليهم يعانوا ليحسوا. هون في 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 مساله جدا اخلاقيه انا عم شوفها وعم بنزعج جدا منها عند بعض الناس، لانه تبرر انه الموضوع ايه شو بيأثر، عم نشوف خاصه كمان عم نشوفه على السوشيال ميديا، خاصه هذه مساله انه قلوبنا مفتوحه وبيوتنا مفتوحه للاوكرانيين. لا ضمننا شغلات سيريس. لا 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 ملنا سيريس، بس كثير عم تنحكى على السوشيال ميديا. هيدي تنم، هيدي تنم عن نظره لهيدي المعركه، انه يعني وكانه اللي عم بيموتوا هناك، يعني ناخذها بتهكم. نحن في أرواح عم تموت بأوكرانيا، ما فينا نبرر. هلا نحن بنقدر كمان نستفيد بكرة، يعني عم منناقش الموضوع هيدا من ناحية يعني مين، يعني نحن بالغرب عم نعاني من التغول الأمريكي ومن السيطرة الأمريكية على القرار العالمي وعلى الإجحاف بحق كل القضايا العربية والإسلامية. نحن بنفس الوقت كمان عم نجي نشوف انه في صراع بين روسيا وبين امريكا، عم ينتفض كل العالم لهيدا العالم المقهور كان من هيدا التغول الامريكي والسيطره، فعم بيهلل لهيدا الموضوع. بس هون بدي ردك لشغله تانية، يعني مثلا مين هو حليف اسرائيل عندنا بالمنطقه؟
كيف عم تطلع الطائرات الإسرائيلية وتضرب سوريا في ظل الوجود الروسي بقلب سوريا وعم يسمحوا له في تنسيق أمني بيناتهم ويسمح للطيران الإسرائيلي بقصف الأهداف السورية بقلب سوريا؟ فهون نحن بدنا ناخذ مسألة سورية، روسيا ما بتشتغل عند أكيد ما بتشتغل عند حدا. أكيد فنحن طبعا. كمان أكيد ما بدنا نشتغل عند روسيا أكيد، ونحن ما بدنا، خلينا نكون أذكياء شوي، نكون أذكياء ومثل ما هني بيشتغلوا فينا بمناطقنا ناخذ هذه اللحظة ونوقف نتفرج بغض النظر عن الموضوع الأخلاقي اللي هو أنا أرفض مسألة الحروب، ما ببررها على أي بلد عربي وكمان ما ببررها على أي بلد أجنبي، بس ولكن مش نحن اللي صنعناها ولا أنا اللي صنعتها، بس ولكن آخر شيء خليني أكون براغماتي بهذا الموضوع وشوف نحن مصلحتنا وين، وشوف نحن انظر بالمصلحة، لن أنه روسيا حليفتي بالمنطقة وهي أكيد لا وهي أكيد. وهي أصلا حليفة العدو الصهيوني، حليفة نفسها روسيا بهم مصلحتها هيك كمان اللي أمريكا. خليني أنا أعمل، خليني كمان أنا أعمل بما أنه يحفظ مصلحتي. هلأ علي بس خليني لحتى اكيد النقطه بعتقد الفكره وصلت، بس خلينا لحتى يعني نقدر نغطي قد ما فينا محاور بهيدا الحوار ونستفيد من وجودكم معنا. اكيد بدي ارحب بكل اللي عم يحضرنا على وسائل التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على انستغرام، على تويتر، على تيك توك، على يوتيوب، سامي، علي، ابو سعيد، كل عم يحضرنا. تعليقاتكم اكيد انا عم بقراها وان شاء الله خلال الحلقه رح نمرق تعليقاتكم. اذا عندكم اي سؤال فيكم تكتبوه في مربع التعليقات. اكيد اذا فيكم تعطونا رايكم بالحرب اللي عم تصير هلا حاليا، شو بتعتبروا انتم اسبابها وشو رايكم باللي عم بيصير هلا حاليا باليوم الثاني للحرب على اوكرانيا؟ بتعطونا رايكم بمربع التعليقات وبنقراه نحن خلال الحلقه. بدي اخذ منكم نعم او لا بس لحتى اخلص من هيدا المحور. ضعف الرئيس الامريكي جو بايدن سبب بالحرب الحاصله حاليا؟ لا 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 اكيد لا اكيد لا قوه بوتين قوه بوتين. شو السبب بهذا الوقت بالتحديد علي؟ ليش هلا؟ لانه صار بتصور انه بوتين انحرج، صار على مفترق طرق انه او اوكرانيا يعني حتصير في 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 مسعى لضمها لحلف الناتو، وصار انه ما عاد في مجال لانه يصبر اكثر، فلقى حاله بوتين انه مضطر بالوقت انه بده يحل هذا الموضوع وبده يقول لاوروبا ولامريكا انه انا موجود، انه كفى تخطيا يعني بده يحط يكرس حاله قطب في المنطقه. امريكا بدها تحول روسيا، كانت لدوله اقليميه وروسيا رفضت هذا الموضوع. على هذا بحث اخر هون بنحكي في شو تاثيره على النظام العالمي الجديد، مثل ما شفنا اليوم. يعني انا شفت اليوم ما بعرف اذا هذا النظام حيضل قائم، انا عم بشوف انه نظام عالمي جديد بمجلس الامن. كنا بنحكي عن هذا الموضوع بمجلس الامن، تقدم مشروع وهو ضد روسيا وروسيا صوتت بالفيتو عليه، فشو المعنى؟ ما عم بقدر افهم. فانا هون بهذا الموضوع بهذه النقطه تحديدا ما بعرف اذا اللحظه مناسبه هلا انه الامريكان ما عادوا يرضوا بهذا المشروع انه يصير فيه لروسيا حق الفيتو فيه من بعد هذا الحصار العالمي، لانه هلا عم بيصير في طرح كمان على الجمعيه العموميه للامم المتحده تصويت، وهذا بطبيعه الحال يمكن ياخذ تصويت بالاكثريه كمان. ما بعرف اذا في مقدمه هذا لحصار روسيا عالميا ومحاوله اخراجها من موضوع مجلس الامن. اكيد بدنا نحكي في هذا الموضوع، هذه شغله كثير مهمه، هذه نقطه كثير مهمه بدنا نحكي عنها. بدي احكي اولا عن الحرب العسكريه اللي دائره هلا حاليا. نحن باليوم الثاني للحرب العسكريه الدائره، في يعني معلومات عم بتقول انه الروس تفاجؤوا بالمقاومه، يعني هن فكروا رح يفوتوا خلال 24 ساعه رح يقدروا يعني يحتلوا اوكرانيا، لا مقاومه لا جيش لا شيء. عبد شو رايك بهذه الفكره؟ يعني اوكي هلا ان الهجوم العسكري محصور جدا لانه ما في قصف على المدنيين نهائيا من اول يوم بالحفلين. 83 مركز عسكري انضرب وما بدهم يضربوا على الامريكان، بالعكس هلا هن الاوكران وهن المتطرفين الاوكران اللي ربتهم امريكا، عوين حاطين الاسلحه حتى الجراد وقصص بين الناس عشان ما تضربهم هن، بس روسيا تجنبا وحفاظا على المدنيين. ما هي القصة رح تاخذ وقت، بس بالعكس نزلوا وين ما كان، نزلوا مثلا هلا قسطوم البعيدة عن العاصمة كيف 20 كيلومتر، هذا مصنع انطونوف للطيران، الروس هن تحت سيطرته هلا، وانه نزلوا وين بعيدة، يعني تصور قديش هي كيف عن الحدود الروسية، عم تحكي انت 450 كيلومتر نعم، بس كلهم هلا موجودين بكل المناطق الحساسة الروس،
كله انزلت عمله واستلموا كل المناطق الحساسه. هلا انه هن بدهم يفوتوا مثلا عسكريا، لا، المطلوب انه الجيش الاوكراني يسلم، هذا المطلوب. الهدف من كل الغزوه مش احتلال اوكرانيا، ما بده اوكرانيا، اوكرانيا لشو اصلا؟ ما هي عليها 20 مليار دولار دين وما فيها شيء، ريسورسز ابسولوتلي ناثينج. عشان هيك هو بده نزع سلاح اوكرانيا، سله العالم بالقمح اوكرانيا و... وروسيا ما فيها شيء ولا فيها شيء ثاني مصدر على ما اعتقد بالقمح بالعالم. ليش لها دين؟ ما حدا بالنهايه بياخذ دوله، بس بالنهايه الهدف هو نحن بنسميه نزع السلاح، لانه اجتياح. هلا هو بالنهايه انه ضرب النظام الحاكم وتغيير تشكيل حكومه جديده، وباخر شيء بدك تعمل تشكيل البلد. لانه الحكومه يعني الموجوده اجت بانقلاب. انا في لكم كيف الانقلاب كان باراشينكو هو موالي لروسيا، كان صار في الثوره البرتقاليه وقعدت الناس كلها بالشوارع قدام القصر الجمهوري وضلوا شيء 4 أشهر. وبعدين مين صار لش كيف صار الانقلاب؟ عملوا جابوا مسلحين قوست على الناس، مات 109 بس الناس تقوس عليها وراح فيها قتلة، هجموا على القصر الجمهوري وزعوا الرئيس من هون. صار في انقلاب. لا شك انه في انقسام بالداخل، انقلاب يعني اللي صار انقلاب. لا مش لا بس، ولكن في هذا الرئيس المنتخب فلودومير زلنسكي زلزانكي بيمثل جزء من الشعب الاوكراني، ما بيمثل حدا، بيمثل نفسه وهو منه اوكراني، منه اوكراني. جابوه الامريكان وهي راح فيلتو بفلوريدا انه جاهزه راح يجي لهون، قالوا له راح نجيبك لهون. كيف لحد هلا صامده؟ مش صامده، ما هن الروس ما هاجموا عليها. هي كيف ما هاجموا عليها؟ ما هاجموا، انه الروس عم بيلاقوا مقاومه على ابو جيب لي واحد مدني اليوم الثاني، اليوم الثاني من الحرب جيب لي واحد مدني مات غرب الدنباس الاوكراني اللي عم يضربوهم. ما في واحد مدني مات ابدا، كل اللي هن اعترفوا فيهم الاوكران 137 جندي. منو ملائكي يعني؟ لا بس مش عم يضربوا، تصور نحن جيش الروس بس منو مش عم يضرب على المدنيين، مش عم يضربوا. شفنا قصف، شفنا ابنيه دمرت، شفنا ناس تهجرت عسكريه. لا مدنيه عسكريه، لا مدنيه. ما في حرب، لك ما في حرب، ما في حرب الا نحن عم نروح بالموضوع على نقاش تاني. لانه ما بدنا نحن نكون مدافعين على الجيش، على الجيش الروسي، وكأنه هو يعني جيش الرسول. هلا هو بشكل هو بالنهايه بيقتل، عم يضرب قضيه. هلا هو بشكل عام بتقتل مدنيين، بتجرح، بتدمر. هلا بشكل عام هي حرب بشعه عاده، يعني هي حرب بشعه. طيب بالفكره العامه حسب المعلومات اللي عم توصل من يعني وكالات الانباء اللي موجوده باوكرانيا، لا الروس كانوا عم بيحاولوا يفوتوا على كييف من المطار او القاعده الجويه الموجوده على مشارف العاصمه. تم تفجير الجسر اللي هو بيربط هيدي القاعدة بكييف من الجيش الأوكراني لمنع الروس من الدخول، فهناك مقاومة. هلا اللي نزلوا بالمطار 200 جندي، شو بدهم يفوتوا على كييف 200 جندي؟ لا هلا لا شك نحن عم نحكي بقوة عظمى. نعم. وعندك مليون جندي ل 200 ألف جندي، عندك 8000 طيارة ل 100 طيارة. نعم. 10000 دبابة ل 10 دبابة، يعني عم تحكي انت ما في تكافؤ اصلا. تمام. يعني طيب. ما في تكافؤ هلا لا شك انه ما قدرت، ما كمان الروس قدروا وفاتوا، بس انا اللي عم بحكي انه في حاضنة شعبية للرئيس الحالي وللنظام الحالي اللي هي بعدها موجودة بقلب كييف وحتى بقلب بعض المناطق الثانية. يعني نعم. في انقسام بالشعب عند الشعب الاوكراني بين شيء موالي لروسيا وشيء ضد روسيا، هذا واقع ما بدنا نغفله يعني. نعم. بمناقشة الموضوع، فعشان هيك في مشكلة كتير كبيرة قدام روسيا، حتى ولو قدرت انها تسقط النظام بكييف انه هلا رح يسقط النظام. شو الخطوة الثانية؟ شو بدها تعمل؟ هل قدراني هي تضبط الوضع داخل اوكرانيا؟ طب اذا نحن اتفقوا على كل شيء وعملوا انتخابات، هلا بدهم يعملوا انتخابات. نعم. بالداخل الاوكراني، هل انه ممكن تجي حكومه مواليه لروسيا؟ هل تقدر روسيا انه تجي حكومه مواليه لها مره ثانيه؟ اكيد ما حدا بيقدر يعرف، بس هي ما حدا بيقدر يعرف. ما كل الانتخابات اللي كانت قبل كانت تجي مواليه لروسيا. هلا في شغله حتى عند الناس، حتى لمن اصل روسي، في حرب شنت من دوله على دوله. يعني هذا الجيل الجديد اللي خلق بالتسعين، هذا الشاب اللي خلق بسنة التسعين لعمره لهلا 30 سنة 32 سنة، واللي تحت واللي عمره 18 17 و20، هول الأجيال ما بتعرف الاتحاد السوفيتي، هول بيعرفوا إنه أوكرانيا هي بلدهم. هذا شو موقف هذا الجيل؟ شو موقف هذا الجيل إنه من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا؟ بيروح على الغرب، ما بيترك، في تغير ديموغرافي، ما في عندهم انتماء. مش بالحق بالسوفيتية. هلا أنا اللي عم أقول إنه روسيا أمام مأزق بكرة، بحال سقط النظام او ما سقط النظام. اذا ما سقط النظام في مأزق، واذا سقط النظام كمان في مأزق كبير، انه كيف بدها تعيد تشكيل الحالة السياسية الداخلية
بأوكرانيا وكيف بدها تضمن مصالحها. كنت نعمل أول حياة أو موت ما في مجال. خليني بس للمشاهدين بشكل عام كفكرة واضحة كأعلام بشكل عام، مش كل الفيديوهات والصور اللي بتطلع من أوكرانيا صحيحة. نحن بنعرف بعالم السوشيال ميديا، يعني شفت في فيديو عم بيتداولوه على وسائل التواصل الاجتماعي، هيدا بعتقد للجيش اللبناني، هيدا اللي عم يضربوا الجيش الأوكراني بعتقد هيدا بلبنان مصور عم بيتداول على أساس إنه بأوكرانيا. شفنا فيديوهات تانية كمان مش مزبوطة، مش كل فيديو عم تحضروه أو كل صورة عم بتشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي إن كانوا على فيسبوك ولا على تويتر ولا على تيك توك بتكون صحيحة. في كتير صفحات بتحاول إنه هي تجذب عطف أو تجذب مشاهدات، فهمي كيف؟ فتستعمل هيك المناسبات لحتى تستقطب مشاهدين، وبيكون هيدي المشاهد وهيدي الأخبار ليس لها علاقة بما يجري حاليا بأوكرانيا. يعني دايما حاولوا تلاقوا معلومة مضبوطة متواترة من أكثر من مصدر، المصدر صحيح ومعروف. بس حبيت أوضح هيدي الفكرة لأنه مش كل شيء بتشوفوه بالإعلام مضبوط صراحة. أبو عباس، عسكريا صرنا نحن باليوم الثاني هلأ حاليا للحرب، شي بيقول انه روسيا عن قصد عم تاخد وقتها بالموضوع، شي بيقول لا هناك مقاومة وعم بيأخروا الموضوع. انت برأيك من حسب المتابعة شو عم بتلاقي؟ يعني انا اول شي بدنا نتفق على مبدأ بانه روسيا بلد كبير، وروسيا بلد يمتلك تقنيات عالية جدا بالاسلحة المتطورة بما فيها الاسلحة الذرية. يعني ما عمالي تحكي مثلا والله عن دولة صغيرة عمالة تحاول تبلعت أو أنه تخربت بالأنظمة اللي حواليها. هذه دولة كبيرة وقادرة أنه تحرق المنطقة. وما عمالة تحكي كمان عن أوكرانيا على أساس أنها هي مزرعة صغيرة، عارف كيف، وما فيها شيء. يعني أكبر دولة بأوروبا بعد روسيا طبعا. أوكرانيا أكبر دولة بأوروبا من بعد روسيا، أكبر دولة بأوروبا. وعندها تسليح وعندها دعم خارجي. يعني هلأ اليوم كل القواعد اللي موجودة حواليها بلتوانيا وبلاتوفيا وبولندا وما بعرف شو، كل دون هولي صاروا قواعد عسكرية مدججة بالسلاح. بس ليش ما ساعدوها؟ ما هون المقصد، وعدوها 20 سنة. بدنا نحكي بهذا 30 سنة وليش تراجع هذا الموضوع بالذات؟ يعني أنه في ناس بتبرر انه اوكرانيا بعد لحد هلا ما صارت بحلف الناتو، فهم عليك؟ طيب هلا اذا ما صارت بحلف الناتو هي حليف اساسي للغرب. يعني بتنترك مثل ما بتنترك مثلا افغانستان لو افترضنا. يعني انه ليش الحلفاء على طول عرضه لانهم ينتركوا، وليش بس بينحمى اللي هو بالناتو؟ يعني مثلا ليش ما ردوا عسكريا الغرب؟ طيب لانه ما بيسترجع. يعني طيب كان في حكي، كون دخلت بهذه النقطه ابو عباس، كان في حكي للرئيس الاوكراني امبارح عم بيقول انه انا تواصلت مع ما يقارب 27 دوله من الحلفاء وطلبت منهم التدخل عسكريا وتركته وحيدا. وهلا شو عمال يعمل؟ هلا توجه لشعوب الغرب، لانه اوكرانيا تخلت عن كرامتها وقت ما تخلت عن السلاح النووي بال 1991 وقبلت مقابل قايد استقلالها بالقوه، والا كانت ضلت ضمن الاتحاد الروسي واحتفظت بسلاحها النووي وصار جزء من الدولة من الدولة الروسية. يعني اتفقوا عصيبة مع عند بيلاروسيا لوكاشينكا. بس هي طبعا هيدا هون رسالة لكل العالم، بيتخلى عن سلاحه بيتخلى عن سلاحه هيدا بصير فيه. ايوه هذا التعميم لنظرية انه انت قوتك بضعفك، هذه كذبة كبيرة. قوتك بما تملك من امكانات وقدرات. يعني لو ما يكون روسيا عندها نووي كانوا اصلا ساعدوها لاوكرانيا. يعني هلا دخلك مثلا فاتوا بحرب. تطلع انت على سلسله العقوبات، شو بيضحك؟ عارف كيف؟ شو بيضحك عن جد؟ انه انت بدك تعاقب بوتين ولا بدك تعاقب الشعب الروسي؟ بدنا نحكي عن العقوبات هلا حاليا بس لحتى ما اقتل هيدي النقطه. خلينا نتفضل. هيدي يعني مهم جدا انه نحن نلفت النظر لها. اكيد انه اليوم مثلا بتجي انت بتعاقب المسؤولين اللبنانيين اللي سرقوا، والله بتعاقب الشعب اللبناني، بتعاقب مثلا يا خي النظام بسوريا، والله بتعاقب السوريين. نحن عمالين نعاقب الشعوب وهوديك الناس مزبطين اوضاعهم. طيب عارفين كيف؟ طيب بدي ضليني انا بدي انهي موضوع المساعده بس انت يعني بس بدي انطر هالنقطه. انه اليوم مثلا بيجي بيقولوا لك نحن رح نعمل عقوبات بس مش رح نشيلهم من نظام السويفت. ليش؟
لانه من خلال المانيا كبرت فعلا حقوق بده يدفع حقوق وهي عقوبات على اوروبا طبعا انه بيعملوا عقوبات على وارده بس اخر شيء لا عم بنحكي اكيد بدي اوصل لهذه النقطه لانه الرئيس الرئيس مش اوماكرون اوماكرون هو فيروس رئيس ماكرون ماكرون بفرنسا كان له حكي اكشلي غير اليوم بس بدي احكي عن حلف الناتو كان هناك اجتماع عاجل لحلف الناتو كنا عم نشوف حلف الناتو لاول مره عم بيفعل استراتيجية الدفاع والبند الخامس اللي هو تفعيل ما يقارب 40,000 جندي ينحطوا على الحدود الشرقية لأوروبا. قديش أهمية هذه الخطوة لأول مرة؟ أنا برأيي خطوة استعراضية هذه لأنه هي هذا التفعيل أنه إذا ما تم الاعتداء على أحد دول الناتو يعني ما إلا قيمة هي لانه ما حدا رح يعتدي على لا بس لا مش ما طب ما في طب ما في حكي عم بيقول بس يخلص من اوكرانيا بوتين رح يروح لا على لا 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 ما دول البلطيق اصلا ما بده اوكرانيا هو هيدي حركه انا برايي استعراضيه انه هن ما بدهم يتدخل وكل الـ يعني البيانات اللي عم تصير يعني حتى يعني الرئيس بايدن يعني قال من شهرين بايدن وزلت لسان كانت قال اذا اجتاحت روسيا اوكرانيا سنفرض عليها اشد العقوبات يعني هذا كان عم بيقول لها روح اجتاحي ما حنستعمل العسكر هذا من شهرين قال لها هذا الكلام يعني قاموا عليه يعني لما واحد لما انت بتقول للواحد ايه لما بتقول للواحد انه اذا اجتحت انا حاعمل لك كذا يعني معناتها مش حتدخل اول النهار انه وهيدي عسكري. يعني هيدي نقطه مهمه لازم ندور عليها لانه بالخطابين اللي عملهم الرئيس بايدن منذ بدء الاجتياح الروسي الحرب الروسيه على عدم استعمال القوه لو أكد عليها أنه أمريكا لن تتدخل عسكرياً بهذا الصراع أمريكا هلأ بكل الحالات أهم مستفيد من هذا الصراع أي. أنا بقول لك في اثنين بالعالم مستفيدين من هذا الصراع أو ثلاثة خلينا نشوف نذكرهم أمريكا الصين وإيران هول مستفيدين من الصراع أكبر الخاسرين هن أوروبا أوروبا لأنه أول شيء المعركة عم تدور على أرضها أرض أوروبية أوروبا حترتمي أكثر بالحضن الأمريكي وبدها المساعدة الأمريكية صارت أكثر عسكريا واقتصاديا بكل الأمور عسكريا واقتصاديا أكثر ناس مرتاحين على وضعهم هلأ طبعا هلأ بالنهاية أنه روسيا هي المبادرة للحرب بس ولكن منا بوضع مرتاح وعادة اللي بيقاتل يعني هو اللي بيكون عم يبذل الأرواح هو اللي بيكون عم يستنزف حاله طيب. بدي أعطيكم كم خبر كانوا عم يجوا اليوم أول خبر هو رئيسة مجلس النواب الأمريكي عم بتقول أنه الكونغرس يرغب بتزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية فتاكة بقيمة 600 مليون دولار مش راح اللحظة. رجعنا عم نشوف اليوم كمان US will provide additional security assistance to Ukraine عم بيقول البنتاغون يعني وزارة الدفاع عم بتقول أنه الأمريكا رح تعطي مساعدات إضافية أمنية وأيضا الخبر العاجل اللي طلع قبل ما نطلع نحن على الهواء نحن وياكم هلأ أنه US military seeks communication line with Russia to avoid a miscalculation near Ukraine لأنه في تجمع صار للقوات الأمريكية وحلف الناتو حد أوكرانيا هناك تواصل عم بيحاولوا هلأ يعني يفتحوا خط تواصل مباشر مع روسيا لتجنب أي كيف يعني الروس حيسمحوا لهم بخط إمداد عسكري لا قصدي طب ما هي قصدي هذه النقطة إذا الروس حيسمحوا لهم بإدخال الإمدادات يعني هيدا المساعدات هذه إذا وصلت يعني هذه بدها وقت بتصور يمكن كييف ما تضاين يعني العاصمة مش راح توصل لأنه كل هول الستينجرز اللي كانوا عاطين إياهم صاروا مع شمال لا ما حتضاين على هون أنا بدي نوه بشغله إنه الرئيس شو هودي المساعدات استعراض مساعدات عسكرية الأستاذ عبد قال شغله بس هون أنا بدي نوه بالشيء اللي عم يعمله الرئيس الأوكراني عن جد اللي عم يعمله شيء بطولي هيدا انتبه هيدا ممثل كوميدي منه رجل بس ايه ممثل فيلم كان انه بيحب يكون رئيس مثل فيلم الرئيس عشان هيك بدك تعطيه كريدت انت نزل ما هرب الصمد ونزل بعده امبارح كان امبارح كان بالارض بالنهاية هذا بوتين رجل كبير كان بالارض كان مش ارض يا زلمه كان طلع لايف من نعطي الانسان حقه الزلمه ما هرب نزل على المعركة وقف وما استسلم وبعده عم بيقاتل لآخر طيب بس بدي نقطة المساعدات الأمريكية هل كمان هيدي خطوة استعراضية ولا عن حقه خطوة جدية خطوة جدية بس ولكن عسكريا ممكن تقدر تقدم منه إعانات مالية إعانات اجتماعية بس ولكن بس عم بيقولوا انه رح يفوتوا هيدي السلاح عن طريق بولندا مش عارف حالها شو بدها تعمل هذا اللي بدي اقوله اذا قدرت القوات الأمريكية تمرق هذا السلاح من منطقة يسيطر عليها الجيش الأوكراني بدون التنسيق مع الروسي لأنه الروسي يستحيل أنه ينسق يقبل أنه يبعث هي قصدي أنا أنه النقطة بس إنه ولكن كمان ايه. ولكن كمان بستبعد أنا بستبعد أنه يصير في صدام روسي أمريكي وحتى يمكن الروسي إذا
إذا شاف مثلا قافلة سلاح عليها أمريكية عليها جنود أمريكيين بتصور أنه ما حيضربها لأنه الشواهد كتير موجودة بسوريا في تواجد للروسي والأمريكاني وفي عنده لجنة عسكرية عشان عدم الاختلاط. هي أهم شغلة نعرف بأن الدول منا جمعيات خيرية. نعم. صحيح. الدول هي مجموعة مصالح وبتتقاطع هذه المصالح مطرح ما المصلحة بتكون إلى وجهين يعني مشتركة بتتمرق وبيمشي الحال وحتى مفاهيم بتنضرب بس لحتى تمشي المصلحة وأديان بتنضرب لحتى لتمشي المصلحة وأديان بتفوت ببعضها ومذاهب بتفوت ببعضها كرمال المصلحة السياسية المصالح السياسية وين بتصب بيمشي الحال. اليوم العملية يصير بين أوكرانيا وروسيا إنه العالم كله عملية يتفرج يعني بيحطوا لنا كل شويه بينزلوا لك فيلم فيديو عن الشبح الامريكيه وبينزلوا لك فيلم فيديو عن العنقاء وبيفرجوك مش عارف عن الصواريخ اللي بتطلع من تحت الارض وبتطلع من تحت المي بس بالمقابل على الارض هذا الشعب الاوكراني طيب على شو بده يعول انه شايف الروس يعني صاروا جوا بقلب بلده هلا عمال يقولوا له الامريكان انت يعني اصمد ورتب امورك نحن رح نبعث لك ب 600 مليون مثلا صاروخ يعني يا اخي انه بده يلحق يتجوز لحتى يجيب ولد عينه زرق بس ما هو مش رح يلحق يتجوز مخلص عشان هيك روسيا عم يسعى لحصار كييف حصار كييف لما يفوت عليها ما يفوتها ممكن اصلا مضرب المطارات كلها ما عادش في مطرح بدك تنزل بقولي انه تقسم اوكرانيا يعني عم نشوف نحن الغرب ما هي تقسمه الروس على السما بوتين اول شيء اخذ الجمهوريه هلا اخذ دونيسكو اول شيء بلش بكريميا اللي هي الكريميا هي 26000 كيلومتر مربع انتبهوا قد لبنان عمرتين ونص اوكي 26000 كيلومتر مربع اخذوها بس هل ترى يعني رح نحكي عن المفاوضات بعد شوي لانه بلش نحكي عن المفاوضات بس حتى اذا عفوا هون بموضوع تقسيم اوكرانيا حتى اذا قسمت اوكرانيا هذا مش لمصلحه روسيا لا لك ليش لانه اذا قسمت بدنا نسلم هون بكيان الاوكراني اذا في عندنا الكيان اللي يتبع لروسيا اذا حيكون في كيان مستقل يتبع لاوكرانيا وبالتالي هذا الكيان سينضم الى حلف الناتو وبالتالي سيشكل اهداف فمصلحه روسيا انها تخليها مثل ما هي وتقوي الحمله ابدا الروسيه داخل اوكرانيا اهداف الحمله تجريد سلاح اوكرانيا واوكرانيا لازم تكون مش مع حدا هل رح يقبل هيدي اهداف هيدي بدي احكي عن مفاوضات بعد شوي بس هيدي اهداف الحمله الروسيه بعد شوي بنحكي عن مفاوضات لانه بلش نحكي عن مفاوضات بالنسبه للعقوبات اللي انفرضت بدي احكي بملف العقوبات ونرجع نحكي عن المفاوضات وبنحكي عن انعكاس الازمه على الشرق الاوسط لحتى قد ما فينا نغطي على الملفات اللي بنغطيها في ضمن الساعه اللي على الهواء نحن اكيد اللي عم بيتابعنا على السوشيال ميديا تحياتنا لكم عم بقرأ التعليقات تبعكم كريمة عم بتقول الحرب معناها خوف ورعب وجوع وفقر ولا منتصر فيها كل الأطراف تخسر الأرواح والأموال والمهم الحرب فشل العقل البشري وعار على الحضارة وضد الإنسانية الدحى عم بتقول إلى السادة الكرام الذين يدافعون عن الاجتياح الروسي لأوكرانيا هل ستتخذون نفس الموقف إذا اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان؟ وهناك يعني عدد من خالد فور اكزامبل عم بيقول القوة والسلاح روسيا الاقتصاد الصين والتهور كوريا الشمالية بالإضافة يعني منه كتير واضح التعليق تبعك خالد إذا فيك ترجع تكتب تعليقك بأوضح بيكون أحلى أحمد أكو آية قرآنية تقول اذهب أنت وربك قاتلا نحن ها هنا قاعدون بالضبط هذا ما قاله بايدن للرئيس الأوكراني أكيد كمان في ما أدري ليش خطاب بايدن للرئيس الأوكراني لطلب مساعدة اوكي طيب شكرا لكل عم يكتب اكيد تعليقات شاكرين لكم اكيد المشاركه في هذه الحلقه استمروا في كتابه تعليقاتكم ورايكم فيما يتعلق بالموضوع الازمه الاوكرانيه الروسيه والحرب الروسيه على اوكرانيا بدي اوصل لموضوع العقوبات التي فرضت حاليا شفنا في دفعه اولى من العقوبات تم الاعلان عنها قبل يعني عند ما اعترفت روسيا بالاقليمين الانفصاليين بعدين لما بدات الحرب شفنا حزمه عقوبات ثانيه اعلن عنها الرئيس بايدن امبارح اليوم عم بينحكى كمان قبل ما نطلع نحن وياكم على الهواء مباشره لانه روسيا اوروبا فرضت عقوبات على الرئيس الروسي وعلى وزير الخارجيه لافروف بايدن عم بيقول كمان منعوه من القدوم لامريكا ايه بس لا شو العقوبه يعني انه وايت هاوس كونفيرم يو اس يعني بعد ما قرروا بامريكا بس قبل ما نطلع على الهواء يعني طلع الخبر انه البيت الابيض يؤكد انه الولايات المتحده الامريكيه سوف تضع عقوبات على بوتين وعلى وزير الخارجيه لافروف شفنا عقوبات اقتصاديه شفنا عقوبات على مصارف روسيه
شو تأثير هذه العقوبات على روسيا؟ في العقوبات شقين، في منها شق مضحك جدا، مضحك جدا، يعني مثل انه منع البوتين من انه يسافر على امريكا، يعني انه واحد صاحب اكبر دولة بالعالم 17 مليون انه عم تمنعه انت على يسافر على امريكا، يعني أمريكا واحد انه مطلع عم تقول له ددي، يعني انه على ايدك عملت انت، يعني اذا عم يسافر على امريكا انه على الجمعية العمومية للامم المتحدة، اصلا بوتين ما كان يحضر، كان بيبعت ممثله بالنادر ما يحضر، ورؤساء العالم عاد ما يعني مش شيء مهم، يعني اذا قاطعوا يعني ما بتصور انه بهيك خطوه انه يمنعوا بوتين من انه السفر، انا من السفر مثلا على اوروبا وعلى امريكا، انا بتصور الطرف الثاني اللي هو اللي عم بيحط هذه العقوبات هو الخسران، لانه بالتالي انت بدك تخلي طريق للرجعه، بدك تقعد بكره مع روسيا ومع بوتين وبدك تتحاور انت وياهم، فاذا انت فرضت كل العقوبات عليه وحطيت كل الشمور وقلت انه خلص انا ما بدي اتعامل معه، فاذا ما بدك حل، يعني ما بدك حل سلمي، غير انه نحن بدنا ناخذ مسائل تانية اخرى، يعني انه امريكا غزت العراق وضربت سوريا وضربت ليبيا وضربت الدنيا كلها، انه مين فرض عليها عقوبات ومين ومين ومين، مش عم برر انا الاجتياح ابدا ابدا، بس ولكن عم اقول انه هذه الاحادية اللي عم يتعاملوا فيها روسيا ما يعني حتعطيها الدين الطرشة مثل ما بيقولوا، وحتمشي بمشروع، لانه موضوع الاجتياح اوكرانيا او يعني الدخول على اوكرانيا هو اكبر من كل العقوبات، يعني العقوبات لا تضاهي لا يضاهي اجتياح اوكرانيا الا العمل العسكري، تغيير النظام العالمي اصلا، الا العمل العسكري جديد. شو ما حطيت عقوبات انت ادراني بكره اوكرانيا روسيا انها تاخذ تشيل هذه العقوبات كلها، لانه بكره روسيا حتصير بقلب اوكرانيا وحتصير في مفاوضات، من ضمن المفاوضات لداخل النظام رفع العقوبات، يستحيل ان روسيا تقبل بأي تسوية في الداخل الأوكراني، يعني تقتضي أنه انسحابها وتشكيل مثلا الحكومة الجديدة إلا ما ترفع كل العقوبات اللي انفرضت عليها وعلى كل شركاتها، بالنهاية هي تملك الأرض وتملك المقدرات بأوكرانيا وهي صارت الأقوى على الأرض، لا يضاهي هذا العمل إلا عمل عسكري موازي له، والا كله حكي بلا طعم. طيب شفنا نحن انه لما طلعت الاعلان عن العقوبات الامريكيه كان ما في تعليق من روسيا، حتى كان في حكي من الكرملين انه الرئيس بوتين لم يشاهد اصلا الرئيس بايدن، بس شفنا لما كان عم يطلعوا حزمه العقوبات الاوروبيه لا كان في تعليق من وزاره الخارجيه الروسيه وصفتها بانه عقوبات خياليه غير واقعيه غير عادله، شو رايك بهيدي؟ يعني ما بتفرق معه عن امريكا وبتفرق معه عن نظر مش عارف، يعني هي يمكن مثاليه جدا افلاطونيه، تفضل انه مين بيعطي اي دوله بالعالم الحق بانه تعاقب الدول الاخرى في ظل وجود الامم المتحده؟ انه اليوم مثلا بس العقوبات كان في تنسيق عالمي على العقوبات، هذه عقوبات ما في امريكا، كل دوله بدولتها وكل حلف بحلفه، امريكا اللي بس مثلا الوقت. اللي خلى بوتين انه يفوت على اوكرانيا انه فيش امم متحده، واللي بيخلي مثلا هذه الدول تجي تعمل عقوبات على الاخرين لانه فيش امم متحده، الامم المتحده هي شماعه بيعلق عليها القوي قضايا وبيفرضها على الضعفاء، بس بتعرف انت ما فيهم ياخذوا قرار بالامم المتحده ومجلس الامن بسبب الفيتو الروسي، يعني ما شفنا اليوم يعني انه راشا بلوكس يو ان سيكيورتي كونسل ريزولوشن، يعني اوريدي حطوا الفيتو على قرار بمجلس الامن، اذا المشكله موجوده بالامم المتحده يحلوا مشاكل العالم بالامم المتحده، نعم. ليش بدهم يجوا لحتى يعاقبوا شعوب الارض كلها بقرارات افراديه تتعلق بدولة معينة، مين ما كانت هذه الدولة؟ أنا مثلا والله أمريكي أعتز ببلدي وأنا إذا واحد بيتعدى على حدود أمريكا فأنا أول واحد بروح لحتى لي دافع عنه بدمي، بس أنا ما بقبل مثلا والله أمريكا تروح تعتدي على بلد آخر، ما بقبل مثلا بأنه أمريكا تقوم تاخد الشباب والصبايا تبعنا نسائنا ورجالنا اللي هن باليونيفورم لحتى لي يروحوا يقاتلوا عن دول بس والله لانه في عندهم برميلين كاز او برميلين بنزين او الى ما هنالك. هل 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 العقوبات الاوروبيه موجعه اكثر لروسيا من العقوبات الامريكيه؟ انا برايي قطعت الغاز من قبل روسيا عن اوروبا هذا اللي بدي احكي بتخليهم يرفعوا كل عقوباتهم ويرفعوا اليهم. العقوبات الغربيه على روسيا ممكن تسبب لها وجع راس بس انه تاثر عليها لا، ليش؟ على شو مبني الاقتصاد الروسي؟ طيب الاقتصاد الروسي مبني على الغاز والاويل، الغاز والأويل 60% من الغاز اللي بيفوت على ألمانيا روسي. هل ألمانيا راح تبطل تشتري غاز أو راح يبطلوا يشتروا أويل؟ لا راح يضلوا. بس كمان إذا حدا مش عم يشتري منك وأنت مش عم. نعم. أنت ما هو القصة وين؟ القصة موت أو حياة. إذا 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 ألمانيا ما بتأخذ غاز من روسيا بتموت بالشتوية. مزبوط. في أربع لينات أو أربع أنابيب
وهلا واصلين من روسيا على اكيد رح نحكي نورد عن هيدا ستروم اللي وقفوا، بس عندك الغاز اللي بتستهلكه اوروبا 60% منه من روسيا، وهذا الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي يعتمد بس على الغاز اكيد والأويل. حكوا الاوروبيين يعني قالوا رح يبطلوا يشتروا، رح يضلون يشتروا. هلا اليوم قد صار المتر المكعب الغاز؟ 1600 البرميل. البرميل قد ايش صار؟ كان امبارح وصل 105. قد ايش المانيا بتاخذه من روسيا ب 450 دولار؟ في كونتراكت بيناتهم لعشر سنين 450 دولار، اليوم بالسوق السوداء 1680، يعني وصل لل 2100 على فكره لما كان في شويه منوشات. يعني هل انه راح يبطلوا يشتروا غاز؟ لا، راح يضلون يشتروا غاز، عشان هيك الرسائل الاقتصاد الروسي راح يضل مكفي، بيوجعوا لهم راسهم العقوبات. ايه اليوم بوريس الرئيس الحكومه البريطاني المنع الاير فلوت من الطيران فوق بريطانيا، مش هيك؟ 50 طيارة بريتش إيرويز غيروا مسارهم رايحين على اليابان. صحيح. وعلى ماليزيا وعلى لهون ولهون. مسار العقوبات طبعا ما له نتائج فورية. نعم. ونتائجه ما بنقدر نلمسها بجمعة. قال بايدن امبارح انه عطونا شهر، شغلة كتير مهمة، لا حتى اكتر من شهر، اكتر من شهر، شغلة كتير مهمة. قال لك ليش؟ وين تأثير العقوبات؟ تأثير العقوبات هي على الداخل الروسي، مثل ما بنعرف نحن كيف انت بتعمل عقوبات على اي بلد من اجل تأجيج الشعب. الشعب بهالبلد مشان يقوم ويثور على النظام. هلا شفنا مظاهرات نحن محدوده كانت صارت، شفنا اعتقالات محدوده بالالاف بالالاف، يعني مش بالعشرات الالاف، اقل من 2000 شخص. بس ولكن هيدي اذا ما ناخذ نحن بعلم الستاتستيك بعلم الاحصاء، انه اذا هول نزلوا على الشارع معناتها في قدهم ناس كتير معارضة بقلب بيوتها، لأنه هول اللي أخذوا الحافز والجرأة والقوة ونزلوا على الشارع، معناتها في ناس معارضين. نحن عم أقول أنا موضوع العقوبات بيأثر على الداخل الروسي بما يشكل حالة شعبية اجتماعية ضاغطة بتخليها تخرج على النظام، خاصة أنه في معارضة بقلب روسيا، وهيدي المعارضة كتير قوية. شفنا الروبل الروسي كان عم تنزل يعني بشكل كبير جدا، يعني خسرت تقريبا 15-20%. آخر شيء مش من مصلحة روسيا أن الأزمة تطول كتير وموضوع العقوبات يضل موجود، لأنه الـ يعني الصين ما بتقدر تعود روسيا اللي هي نحن اذا قلنا هي الملجأ. هلا ممكن انه تروح تستخدم اذا عموها من السويفت مثلا تلجأ لاستعمال البرنامج التحويل الصيني اللي هو اسمه CIPS. كريبتو عم يحكوا بالكريبتو. سمعنا بقصة انه روسيا سوف تعتمد على العملات المشفرة الى حد ما، بياخذ تحويلات ضخمة جدا بمليارات الدولارات. اذا نحن عم نحكي على نحكى عن قصة انه روسيا سوف تلجأ الى حد ما تدرس كيفية استعمال العملات المشفرة. اول نظام داخلي عندها نظام داخلي، نظام داخلي تحويلي، ما عندها مشكلة، دي عندها من نظام خارجي بس. ولكن الصين بعدها لحدها، حتى إذا بتراجع أنت الموقف الصيني، يعني الصين امتنعت عن التصويت، ما استعملت حق النقد البيتكوين. هيدي كمان له دلالة، يعني طبعاً الصين، الصين حذرة بهذا الموضوع، ما بدها كمان تحط كل يعني كل شيء بشعبة الروسي، عم بتحاول تضليها بال يعني مثل ما بسموها بالجري اريا، يعني شوي بالضبابية. بس بدي احكي عن قصة السويفت. كان الرئيس الاوكراني كان عنده تصريح عم بيقول خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، عم بيقول انه الرئيس الفرنسي ماكرون يدعم فكرة يعني ازالة روسيا من السويفت، من نظام السويفت. بس اذا ازالوا روسيا من نظام السويفت كيف نظام سويفت اللي هو نظام التعامل المصاري المالي التحويل العالمي، هو مثلا التحويلات وحيد ما له، يعني هو هذا النظام نظام الوحيد، نظام الوحيد بالعالم، بيعتمدوا تقريبا 200 مؤسسه مصرفيه واكثر من 11,000 يعني شركه بتتعامل معه من خلال التحويلات. فهذا نظام التحويل الوحيد يعني بالعالم اللي ما له بديل. هلا البدائل اللي له بدائل محدوده، يعني مثلا النظام الروسي ما بتستعمله فرنسا لنفترض، او المانيا لنفترض، المانيا اشترت الغاز من روسيا، كيف بدها تسدد لها حق هيدا الغاز؟ يعني عندها حلين، او بتسدد بتحط لها الاموال بصناديق وبتبعت لها اياهم، يعني وهذا شيء منه منطقي، او بدها تستعمل، بدها تضطر انها تستعمل المنصه الصينيه، وهذا سيعمل مشكله مع امريكا. مزبط. اذا استعملت المنصه الصينيه، فهون نحن عم يعني 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 حتى كمان النظام بين هذا النظام بين اذا بده يعتمد بين روسيا وبين الصين، بده يعتمد على مبدا المقايضه، يعني شو انا بقدر اعطيك سلع وشو انت بدك تعطيني سلع. كان عامل مع ايران هذا اللي بده يصير. يعني ونرجع لنظام المقايضه اللي هو اول نظام اقتصادي بالعالم خلق قبل الاف السنين، المقايضه. مزبوط. يعني العقوبات الاقتصاديه سوف يكون لها تاثير على روسيا طبعا على المدى الطويل، تاثير داخلي اذا لم تحل المساله. طيب. اكيد بدي احكي انا
تأثيرها على أوروبا وتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. كنا عم نسمع نحن الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتين عم بيعيدها بالخطابين اللي قالها، سعر الأويل عنها مش بس سعر الأويل، عم بيقول سوري وجه خطابه للأسر الأمريكية قال لهم لا يمكننا دعم الديمقراطيات بالعالم من دون دفع الفاتورة، وقال إنه رح يحاول إنه ما يكون هناك وجع أو يعني الأزمة تؤثر على الأسر الأمريكية، بس كمان قال إنه رح يعني في حكي عم ينقال عليه إنه هناك ازدياد بالتضخم الأمريكي. سعر برميل النفط وصل لل 105 دولارات اليوم، كنا عم نشوفه طلع لل 100 دولارين تقريبا، رجع استقر سعره على 97 دولار و93 سنت which is كمان بعده عالي سعر النفط. انا برايي امريكا مستفيده من هذا الشيء، لانه اول شيء بترجع بتشغل منصات النفط الاحفوري والصخري. بس بايدن رافض هذا، بايدن رافض بما يتعلق بالتغير المناخي، بده تريليز الاحتياط شوي. كان في مطالب، كان في مطالبات اليوم بس اذا اضطروا خصوصا من الحزب الجمهوري انه يستعملوه. بعدين في شركات بعضها قائمه موجوده بتصور انه هذا موضوع استخراج النفط الصخري بيحكي عن التراخيص الجديده، بس ولكن التراخيص القائمه فيها تضلها تشتغل. فأكيد أكيد انحكى رح يكثر استعمال الضرورات وبيح المحظورات عندما تضطر أمريكا أنها تستعمل هيدا الموضوع ولو لفترة وجيزة لتغطي النقص الداخلي عندها بأمريكا فحتلجأ. بس لنوضح فكرة، أمريكا عالميا هي النمبر وان يعني الأول من ناحية النفط بالعالم، تجي روسيا أكبر بعدين احتياط، أكبر احتياطي نفطي بالعالم السعودية ثالث السعودية، بيرجع روسيا بيرجع بسعودية، فاهمين كيف؟ عم تجيبه ببلاش عشان فأمريكا لديها الاحتياطات حاليا، بس حاليا هي عم تستعمل الاحتياطات الموجودة بالعالم. هلا مشكلة أمريكا كيف بدها تقدر، ما عندها أمريكا ما عندها مشكلة بموضوع أن تشيل روسيا من موضوع السويفت، بس ولكن المشكلة هي عند أوروبا. أمريكا عم تدور على بدائل. لشفنا كمان أنه زيارة لأمير قطر مرتين صار في زيارة، ولا شهد ليش هذه الزيارة؟ موضوع أنه الغاز القطري، الغاز الإيراني كمان سمعت خبرية كمان. هلا هذا كمان نجي نحن هلا بدنا نحكي عن هذه النقطة، بدنا نحكي مستفيدين لأنه الحكى وسوري إذا بنمرقها بنرجع نحكي عنها بعد شوي، يعني تأثيرها على بعض الدول في الشرق الأوسط. انحكى أنه يعني موضوع أوكرانيا وروسيا حاليا سوف يسرع في مفاوضات فيينا في محاولة أنه يأخذوا النفط الإيراني. هل تقبل إيران بهذا؟ هل إيران ساذجة يعني لهالدرجة إن تبيع؟ شفنا محادثة تطور إيران أذكى من هيك. هلا طبعا هذا سيؤثر، يعني سيؤثر على مسار المفاوضات. حتشوف إنه أمريكا أكيد توسع فيها أكثر، أفضل إن تسهل بموضوع، مع إنه بعد في مشكلة أساسية عند الإيراني بهذا الموضوع حسب المعلومات اللي يعني الموجودة، إنه وصلوا لكل البنود بالاتفاق من عدا مسألة واحدة لم يتم الاتفاق عليها، وهو الضمانة الإيرانية بعدم تغيير أو الانسحاب من الاتفاق إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية الحالية. وهنا المعضلة إنه بالدستور الأمريكي، بالدستور الأمريكي ما في شيء يعني ما في صيغة معينة بدهم يلجأوا لها إنه هيدا الشيء لا يغير، يعني ما بيتغير. وما بعرف حتى الدستور الأمريكي إذا عملت استفتاء عليه بتغيره. كيف أنت بدك تعمل معاهدة لا تتبدل؟ كيف بدك تجيب هذه الضمانة لإيران؟ أنه طبعا بعد تجربة الرئيس ترامب اللي انسحب من الاتفاق، فهون كتير متشددين الإيرانيين بهذا الموضوع. طيب. بس ولكن هون بالعودة، هل أنه يعني أمريكا إيران بأول لما يرفعوا العقوبات عنا ويوقعوا الاتفاق نووي ستبدأ بتصدير الغاز إلى أوروبا وإلى أمريكا وخلاص وتنسى روسيا؟ يعني أنه ما هي بالنهاية حليفة استراتيجية إيران لروسيا، هو في تحالف بيناتهم بلبنان بالغاز وحتى بلبنان. بالموضوع حتى شفنا الاتصال اللي صار بين الرئيس رئيسي وإبراهيم رئيسي وبوتين، تفهم موضوع حق الدفاع عن النفس والمخاوف الأمنية لروسيا بهذا الموضوع يعني. فكمان ما كتير يعولوا على هذا الموضوع بأنه إيران دغري يعني ستغير وجهتها بالمنطقة. أوروبا هل هي الخاسر الأكبر اقتصاديا من العقوبات الاقتصادية؟ طبعا بعد روسيا، بعد روسيا أوروبا، بعد روسيا قطعا. موضوع الغاز، موضوع الغاز وبموضوع مش بس هيك، موضوع الغاز والتبادلات التبادلات التجارية. أنت عم تحكي بألمانيا وروسيا، ففي في تبادلات مليارات يعني مئات مليارات الدولارات. طيب. وفي شركات ألمانية عاملة بروسيا، وفي يعني في كمان علاقات بين إيطاليا وبين فرنسا. فهون طبعا في تضرر، لأنه أنت عم تجيب أكبر شريك اقتصادي، يعني مش أكبر ولكن شريك مهم وكبير جدا لأوروبا يعني طبعا متضررة من هذا الموضوع. تمام. أكيد في سؤال إجا من أبو أسيل، كيف تؤثر الحرب على الدول العربية؟ رح نحكي عنه هيدا في الشق الأخير من حلقتنا لليوم. نايفة، الحرب لا يدفع ثمنها إلا الشعوب، الرؤساء بالباي باي. شكرا اللي عم بيعطونا ستارز
حسين سرور، قراءة المستجدات من خلال الميدان تفرض أحكام عرفية أفقية تحرج دول الناتو أمام الواقع العسكري المستجد حول ما تفرضه القوات العسكرية للجيش الروسي بحال نفذت العقوبات على المصارف الروسية يفرضها الجيش الروسي بفتح جبهات جديدة مع دول كانت سابقا بحلف وارسو. حسين جنان، السلام عليكم، ما هي الأسباب الرئيسية لغزو أوكرانيا وكيف أوضاع أخواننا المسلمين في أوكرانيا ولماذا قتل الدولة العربية الوحيدة لها دور في غزو أوكرانيا؟ تحبوا تجاوبوا على التعليقات اللي عم تجي؟ ما بعرف شو هي شو الدور القطري بغزو أوكرانيا. ما في دور لقطر إلا هي إنه قطر يعني عم تحاول تكون على الحياد بالموضوع لأنه عندها علاقات جيدة جدا مع روسيا وهي بالنهاية حليفة استراتيجية وأكبر قاعدة أمريكية بالمنطقة موجودة بقطر يعني. تمام. وقطر بتصور دولة أصغر من إنه تقدر تاخد. طيب. بدي أوصل للقسم يعني اللي بعده اللي هو موضوع المفاوضات قبل ما نوصل للقسم الأخير. بس بدنا نضوي على نقطة بشكل سريع بس انعكاس تبع هذه الحرب على المنطقه العربيه بنحكي هي هذا الملف بنحكي فيه بالاخير لا اكيد هذا بدنا نحكي فيه لانه باسهاب لهذا الموضوع. خبر كمان قبل ما نطلع على الهواء نحن وياكم، الرئيس الاوكراني زيلنسكي عم بيقول ان كييف وموسكو تناقشان المكان والموعد لاجراء محادثات ثنائيه من اجل وقف اطلاق النار. ما بطل يرد على التليفونات. وايضا كان هناك ايضا حديث انه يوكرين says it's ready to talk about a ceasefire and peace. في بيلاروسيا عرضت انه هي يكون المحادثات على ارضها في شروط روسيه عاليه السقف اللي هي. طيب خلينا نبلش بهذا الموضوع. هل 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 الوقت يعني صار للحرب تقريبا قديش 3 ايام ولا قديش صار ليومين؟ يومين. يوم يعني خميس فجرا بلشت، خميس جمعه let's say. رئيس الاوكراني عرض طلب من الروس انه المفاوضات في خليني بس لبلش بهي النقطه. في ظل عدم سقوط كييف الى حد الان يعني هل يعني الحديث عن المفاوضات يعني سابق لاوانه؟ لا بس كمان عم تحكي عن العاصمه انت هلا، ما هي روسيا بكل اجتياحها حاليا تحاصر كييف. اوكرانيا معارك ما في بشكل كييف. معارك كييف. لا كيف ما فيش كييف معارك؟ لا 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 بس حول المطار حول المطار الجاستوم اللي اخذوه. صار في مشاكل بعد ما في انزالات قالوا انه صار في انزال وبعدين كذبوا. طيب بعد ما صار هل بس خليني انا لحتى سؤالي، هل الحديث عن المفاوضات الان في ظل يعني يومين بس للحرب بلشي سابق لاوانه ولا شو؟ هلا انا بعتقد بانه مساله المفاوضات بعد بكير عليها. ليش؟ لانه الروس هلا مش من صالحهم انه يفاوضوا قبل ما يعرفوا انه في عندهم اهداف اللي كان باوكرانيا، انه اول شيء يشيلوا السلاح. هلا طالبين مسألة التسليم. يعني بدهم انه الاوكراني يسلموا، بده الجيش الاوكراني يسلم السلاح. الحكم الجيش الاوكراني لا بده عم بيقول استلم الحكم بس سلم سلاحه كمان. علي تفضل. الروسي طارح المفاوضات يعني حاطط انا برايي يعني شيء ينفي يعني حاطط النتائج اللي بده اياها قبل المفاوضات اللي هي انه بدك تسلم السلاح، تلقي سلاح وتعترف بالقرم وتعترف بالجمهوريتين واخر شيء تنزل تفاوض. عشو بدك تفاوض؟ يعني معناته الروسي هلا منه جاهز ليفاوض من خلال رفعه السقف. الروسي بده يحط كييف بايده وبده اياه او يسقطه او يحاصره. هي النقطه الاولى. انا بعدين بفاوض لانه بعدين بفاوض لانه هلا الروسي يعني بيقول له انه سلم وتعفوض. سو موضوع المفاوضات فقاعه اعلاميه الى حد الان. انا هلا هو طلب الرئيس الاوكراني طلب من روسيا وبعدين الرئيس الروسي شكل لجنه يبعثها على مينسك عاصمه بيلاروسيا للمفاوضات. بعد هيك لما جاوبوه للرئيس الاوكراني بطل يرد. يمكن الامريكان قالوا له لا بطل يرد. بس الحكي هلا قبل ما نطلع هلا على الهواء مباشره، الخبر العاجل اللي اجى يوكرين سيز اتس ريدي تو توك اباوت ا سيز فاير اند بيس. يعني مزبوط تغير حديثه للرئيس الاوكراني بس هلا قبل شوي رجعوا قالوا انه لا اني مستعد انه وجوده للاوكراني. بس خلينا نحاول حدا بس عشان ما يطلعش صوتنا فوق بعض. وجود الاوكراني معتمد على الوجود الاجنبي يعني الدعم الاجنبي له، وحتى وجوده السياسي منه مستقل. يعني الاوكراني هلا بالوقت الحالي ما بامكانه ياخذ قرار المفاوضات او عدمها. اول شغله بدهم يوافقوا كل حلفائه وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه على مساله دخول المفاوضات، لانه اساسا المساله هي مساله حلف الناتو مش مساله النظام باوكرانيا. انه روسيا ما بتقبل بانه على حدودها يكونوا قاعدين اعدائها، بتعتبر بانه حلف الناتو اعدائها. فهلا كيف بدها امريكا مثلا اللي هي القائد الاعلى للقوات المسلحه بالناتو عارف كيف انه تقبل بانه يفاوض عنها زيلينسكي ويقرر مصيرها بهالمنطقه؟ ما راح تقبل. بدهم هن اساسا يقولوا له امتين بفوت على المفاوضات وامتين بيظهر منها. طب
استونيا استونيا لاتفيا لتوانيا طب هودي كلهم على حدود كلهم اوكي بس هودي هي امريكا على حدود روسيا اوكي بس هولي بس يعني العرض طبعا بس قصدي اذا نحن ما في سكان روس قصدي عم نحكي نحن اذا روسيا مطلبها الدول شرق اوروبا اوكرانيا بدي لك شغله اوكرانيا دوله إلى اهتمام بالنسبه لروسيا غير هذه الدول مش بس روسيا وبيلاروسيا مع انه انتبه لشغله لو هيدي الدول هلا حاليا بدها تنضم لحلف الناتو مش منضمه سابقا كان صار نفس الشيء هول انضموا بلحظه ضعف روسيا هودي وقتها روسيا بالضبط ما وحتى لو اوكرانيا تنضم مباشره من بعد الانفصال كانوا انضموا لانه روسيا كانت عاجزه جدا بهذاك الوقت ما قدرانه تتصرف فهون هذه اللحظه بتختلف عن اللحظه التوقيت مختلف فيها. من ناحيه المفاوضات يعني لا تعتقدون ان المفاوضات حاليا سوف تاتي بنتيجه عندما يقتنع يعني الرئيس الاوكراني بانه فشل او بانه انهزم عندما يقتنع بالهزيمه سيلجا للمفاوضات بيقعد ساعتها على طاولة المفاوضات وبس يقتنع. شو ممكن يعني اكيد ما بدنا نستبق الوقت اكيد وما حدا بيعرف بالغيب بس من خلال القراءة السياسية هلا حاليا شو ممكن المفاوضات ان تفضي الى شو خليني بس انا اقول لك شغلة تفضل طالما انه الغرب ما اخذ قرار الدخول بالمواجهة داخل اوكرانيا خسران. فهو رح يقبل بما ستمليه روسيا على اوكرانيا مع الضغط لتخفيف حدة هذه المطالب الروسية بداخل اوكرانيا بس أنا برأيي أنه الروس كما نرى حتى الآن بيظل عدم وجود أي تدخل عسكري غربي أو أمريكي أو أوروبي لحتى يساعدوا الأوكران وفي ظل التصريحات تبع الرئيس الأوكراني اللي عمال يقول نحن تركنا وحيدين فعلى ما يبدو بأنه المطالب الروسية راح تنفرض على الأوكران بس يمكن تكون مخففة الدوز تبعها مخفف من خلال الضغوطات اللي راح بتصير من شو عم تحكي اكيد اعطيك الوقت يعني ابو عباس حضرتك استاذ زهير عم تقول يعني راح يصير في عنا الاقليمين المنفصلين انفصاليين مع زياده صار. مساحتهم بيدوي مش بالمساحه اللي هي المساحه اللي اعلنوها المساحه الاوليه نزع السلاح الجيش الاوكراني و يعني و مش محسوم هذا هلا هذا بالمفاوضات في شغله في سيناريو ثاني انا برايي عم يشتغلوا الامريكان على سيناريو ثاني شو هو السيناريو الثاني ما بدهم مفاوضات بدهم تحويل اوكرانيا لافغانستان ثاني حرب استنزاف بوجه الروس ولانه اذا ما رحت انت على طاوله حتى لو رحت على طاوله المفاوضات ما العسكر حيضل على الارض موجود يعني والكفاف هون اذا قدروا الامريكان يدعموا يعني الوجود الاوكراني طبعا ويصير في عمليه مقاومه شعبيه ضد المقاومه الشعبيه ومقاومه لا من الجيش هذا عم ينحكى عليها كثير بيدوي المقاومه ما في احتلال الجيش ما بده يحتل اخر شيء اذا حاصرت انت وجودك ما سحبت وجودك هذا شو اسمه تواجد مش راح يكون بس تجربه يعني معناتها فشلت الاهداف انا عمول في مسعى هون الامريكي اذا قدر يحول اوكرانيا لافغانستان فهون ساعتها هيدي المستنقع الروسي الروسي بمستنقع كتير كبير الكلمة اللي استعملتها مهمة كتير علي وبدي ركز عليها أنا صراحة لأنه كان في خبر عم بيطلع أنه واشنطن تناقش خططا لدعم المقاومة الأوكرانية طبعا. هلا عم ينحكى كتير عنه كتير عم ينحكى مقاومة يعني هل يا ترى نحن يعني يعني أمريكا. الحكي عن أفغانستان وتشبيه مصلحة أمريكا تعمل تسوية مصلحة أمريكا إذا ما نطلع نحن أمريكا كيف بتفكر استنزاف روسية مصلحة أمريكا أنه روسيا تعمل تسوية بالمنطقة وتأخذ اللي بدها إياه بأوكرانيا وترجع تحط قواعد لها مثلا مثل ما بتعمل أمريكا حاطة بألمانيا هلا بشوفنا بعتوا 7000 جندي طيب نفس الشيء بكرة روسيا جندي جديد يعني روسيا شو بتقول بكرة روسيا بتقول إنه أنا إلي حق بتفرض إنه يكون إلي قواعد عسكرية لأضمن بأوكرانيا وقواعد إنذار مبكر وما بعرف شو هذا هل أمريكا حترضى بهذا السيناريو ولا السيناريو إنه يكون في حرب استنزاف بوجه الجيش الروسي بقلب أوكرانيا أفضل بعتقد استعمال كلمة المقاومة من واشنطن إلى دلالات كتير كبيرة رح تصير ما في شيء ما بتعتقد عبد رح تصير شو السبب لأنه الشعب الأوكراني بحب روسيا أكثر من أوكرانيا نفسها كله هل يترى الشعب هل يترى الشعب كله بأوكرانيا 90% منه ما في حاجة عم يقولوا أهلا وسهلا بكم نحن نطرناكم 30 سنة ما في لكن كان حاجة إن روسيا تفوت كان بكفي إنه بوتين يقول سلموا سلاحكم بسلموا الوحيدين المعارضين المتطرفين اللي ربطهم أمريكا بأوكرانيا وهن قليل جدا حزب الروح وهذا هي بس انه مقاومة ضد روسيا مش رح يصير رأيك انا برأيي انه كل حرب في بنهايتها مفاوضات اكيد ما في حرب بتخلص بلا مفاوضات يعني بالنهاية بده يرجعوا على مفاوضات في مفاوضات نعم. بس قديش مثلا رح بتأثر حركة العقوبات الاوروبية الامريكية على
بس قديش الفتره الزمنيه كمان يعني ما هي هلا اكيد الحرب اللبنانيه قعدت 15 سنه هي قصدي يعني السوريه يعني بعدها شغاله اذا رايحين نحن اذا عم بنحكي عن مقاومه والدلالات اللي عم يحكوها هلا مصيبه اذا عم بنحكي عن حرب استنزاف يعني روسيا يعني نحن ذكرنا قبل شوي يعني كل ما طولت الحرب باوكرانيا هيدا مش من مصلحه روسيا كما انه نتفق على هذا الموضوع اكيد طبعا كما انه مش بامكانك تبرر احتلال روسي لأوكرانيا نعم. كمان ما بإمكانك تبرر مقاومة أوكرانية لروسيا لأنه في كتير مقاومات بتصير بدها شرعية مثل الشرعية اللي عند الأوكران فما ليك فالقصة ما فيها أنه الروس أنا برأيي ما رح يوقعوا بمستنقع أفغانستان مرة تانية لأنه أخذوا دروس كتير وعبر من أفغانستان نعم ونفس هودي الإرهابيين اللي بأفغانستان هودي بزمن الاتحاد السوفيتي كانوا ثوار وقت اللي طلع الاتحاد السوفيتي وصاروا عمليات ضده يعني ضد عدو فصاروا إرهابيين بتتبدل المفاهيم باللحظة وبتتبدل ها مع القوة اللي موجودة على الأرض يعني اليوم مثلا الروس ما رح يتركوا أوكرانيا إنه تكون شوكة بخاصرتهم وتستنزفهم يوميا ما رح يعملوا هيك علي كمفاوضات لنختم هيدي الملف المفاوضات تعتبر انه امريكا ليس من مصلحتها انه يعدوا على المفاوضات من مصلحتها طبعا مش مصلحتها انه يطلع الروسي ربحان من هذا المنطقه شغله منطقيه وطبيعيه جدا انه مش من مصلحتها الروسي يطلع ربحان ومصلحتها انه اتخلي جرح اوكرانيا ينزف الروسي بيوقع بوحل بوحل يعني الاستهدافات والتفجيرات اليوميه اللي بتصير فهذا احسن سيناريو بالنسبه لامريكا بس ولكن هو الأسوأ بالنسبه لاوروبا لانه حتضل عندها مشكله النازحين المشكله الاقتصاديه شفنا في اوريدي 50,000 نازح ببولندا التوتر بين روسيا التوتر ما هي روسيا بقلب اوروبا كمان ما بدنا ننسى انه روسيا دوله اسيا يعني أوروبية. طبعا اسيا اوروبيه بتقع باسيا وباوروبا وكمان اذا بدنا نصنفها هي اكبر دوله اوروبيه كمان الجزء الاوروبي بروسيا اكبر من اوروبا كلها صح يعني انه نحن عم نحكي كمان انه عندك مشكل بقلب اوروبا نحن عم نعاني نحن كنا كعرب وكمسلمين انه عندنا على طول مشاكل داخل هذا نحن بنعرف شو معناتها عندنا على طول مشاكل بقلب المنطقه العربيه يعني كان في اول شيء مشكل بفلسطين بعدين صار عندنا مشكل بالعراق مشكل بسوريا مشكل باليمن يعني منطقتنا العربيه كلها على صفيح ساخن يعني مثل ما بيقولوا على طول فيها حروب طيب. ولكن هلا انتقلت هلا لاوروبا هذا السيناريو بدي انهي هيدا ملف المفاوضات لا تعتقدون انه لتصير احنا على حرب استنزاف لا خلينا نقول رحنا انه هناك مقاومه اوكرانيه والحرب يعني مش خلصت بايام امتدت لاشهر او حتى لسنوات لا هذا الحرب ما بتنتهي بايام طيب. واشهر طيب هل يا ترى هيدا بيزيد من فرص انه امريكا بدها تعطي مساعدات لهيدي المقاومه اذا امريكا بده يصير في استنزاف بدها تعطي مساعدات عسكريه ما بيزيد هيدا من الريسك او من خطوره انه يصير في يعني حرب ما بينها طبعا الطرفين طبعا لانه هلا اصلا اي حرب سبرانيه اي هجوم طيب هذا إيه؟ يعني هلا يجي هاكرز هلا يعمل هجوم وحذر بايدن من هيدا مستعدين ان للروس صحيح مش بس الروس الامريكان العالميين مين الروس اصلا مش بس من الامريكان واحد بالهاكرز البنتاغون وبايدن عم بيقولوا لروسيا حذروها انه ما تعملوا هجومات سبرانيه ولا رح تبلع بالمناسبه حتى الحرب السبرانيه اللي قادرين عليها اوروبا وامريكا قادرين يوجهوها يعني ويساعدوا الجيش الاوكراني فيها ما عم يلجؤوا لانه عم يعتبروا انه بالمقابل حيصير في رد عليهم حيصير في رد عليهم وممكن يتدحرج الموضوع ويصير في صدام مباشر بس ولكن طبعا مع انه حكى يعني بالساعات الاولى من الهجوم كان في يعني وكالات الانباء مثل سي ان ان مثل فوكس عم بتقول انه البنتاغون وزاره الدفاع يعني يدرسون اذا فيهم يعملوا هجومات الكترونيه لتعطيل بعض يعني المؤسسات هذا سيواجه بهجوم مضاد انحكى فيها بالاول صح يعني بس ولكن في له حسابات هذا سيواجه بهجوم روسي مضاد هلا قد يكون سبراني طيب بدي اوصل لاخر شو تفضل بدي اقول انه يعني بظل هذه القوى اللي موجوده بالعالم اي موقف بده يتاخد بده يكون ماشي بين النقط محسوب ايه اكيد لا وضع حساس لانه يعني لانه بس غريب انه ليش بده يساعد اوكرانيا عسكريا ليش ما فات الناتو بالموضوع لانه ساعتها عم تفوت بحرب عالميه ثالثه اللي يفوتوا اذا فيهم يفوتوا
هل يعني هني حاضرين لحرب عالمية؟ هل أنا مش حاضرين أمريكا أبدا مش غيره. أنا برأيي هذا ما في يدينهم هذا هذا برأيي أنا هذا يمكن رأي حكيم عندهم ما في يدينهم فيه. بس ما فيهن أنا فيه يعطيني كريدت عليه. بس إنه ما فيهن للروس. لو فيهن للروس فاتوا. أنت مش بس ما فيهن للروس. هلا بيعرفوا قيمة روسية شنية. صاروا 30 سنة. أنا برأيي مش موضوع فيهن للروس. أنا برأيي بموضوع إنه أنا إذا بدي استعمل نووي بدي خاف على أهل بيتي. كمان نفس الشيء أنا برأيي من. ولا شنو مش حاسبين حساب روسيا. ليس من مصلحة البشرية. إغنورينغ روسيا. بلش الموضوع بديسمبر لما بعتت روسيا للنت وبعتت لأمريكا يا عمي نحن منا سيكوريتي يحفظوا لنا سيكوريتي بعد روسيا هيدا بلش الموضوع من ديسمبر وإغنوري وبعدين بين المواجهة بين روسيا وبين أوكرانيا وبين روسيا وبين الغرب ما في حق وباطل اي اكيد ما في حق وباطل يعني ما في انه هيدا على حق وهيدا على باطل انا برأيي في اثنين في قوتين يعني عم يتصارعوا كل واحد عم يحسب مصالحه ما في شيء يمثل الحق وما في شيء بالنهاية الروسي هو حليف مصالحه أكيد حليف مصالحه أكيد. طيب بدي لحتى الاستفادة من الوقت يعني لحتى قد ما فينا يعني قد ما فينا نغطي أكيد تعليقات خالد بيقول إذا دخلت روسيا أوكرانيا أوروبا انتهت حسين من الغريب أن روسيا تتحدى جميع شركاء الناتو هذه مؤامرة على أوكرانيا أيضا تعليق آخر الإعلام الروسي ضعيف جدا حول سرد الحقائق بما يجري في الميدان وغيرها من التعليقات أكيد تحياتنا لكل عم يتابعنا ولكل عم يشاركنا بموضوع الحلقة اليوم بدي أوصل بس هون أنا شغلة مهمة بدي عليها هو صحيح اللي قاله أنه أول شيء أنه في فشل نحن كلنا بنعرف أنه الفشل وين من روسيا اليوم يعني بنشوف نحن كيف بتقارب حتى قضايانا العربية يعني مزبوح. في فشل إعلامي ذريع مع أنه اشتغلوا كتير على الإعلام بروسيا يعني عملوا RT وعملوها بكل اللغات تقريبا يعني. هيدا عامل كتير مهم بالحرب وبالمعركة أنه هلأ لما تصدر الأخبار هو الأوكرانيا هلأ في بالضبط في هون هذا عامل نقص جدا يعني بتطلع على كل وكالات الأنباء صحيح. هلأ حاليا يعني هناك أكتر لوم على روسيا ما بتلاقي يعني حتى قناة RT ما عم بتقوم بدورة يعني في يعني دعم هيدي حرب عالمية إعلامية عليهم لا لا بس هذا ما بيعني انه ما ننتقد الاعلام انه اعلام فاشل يعني عندهم اعلام فاشل لانه لا مش عم تسمع خلينا عندهم انه لا بسمعهم بلا البارير اللغة انا انا حاولت افتح الRT احنا كوسيلة اعلامية لنتابع الاخبار من كل الاطراف يعني من الجزيرة ومن العربية ومن الحرة ومن CNN ومن الفاكس بتحاول تقرا كل اللي عم بيقول هناك متابعة 24 على 24 بكل وكالات الانباء RT يعني ممكن ساعتين او ثلاث ساعات عم تعمل وما عم بتغطي كل شيء اللي عم بيصير او ما عم بتبرر شو عم بيصير لا نحن بدنا ناخذ شغله على السيستم الغربي هو أي. المتفوق عالميا يعني على النظام بالدعائي بكل شيء بالاقتصاد حتى باللايف ستايل ليش CNN هي الاولى بالعالم يعني والواشنطن بوست والنيويورك تايمز ما شفنا شيء بتاخذوا عن روسيا انه فهون طيب. كمان في فشل ذريع عند الروس بهذا الموضوع لاخر ملف بحلقتنا اليوم اللي هو انعكاس الازمه على الشرق الاوسط وخاصه على الدول العربيه طلعنا نحن مقال اليوم كان عم يتحدث عن الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على اليمن والمساهمة أكثر وأكثر بالمجاعة اللي عم تحصل باليمن هلأ حاليا نتيجة أنه أوكرانيا ثاني أكبر منتج للقمح ومصدر للقمح بالعالم وردي عم ينحكى أنه في مشكلة إطعام الشعب اليمني نتيجة المجاعة اللي حاصلة نتيجة الحرب طيب بدي بلش روسيا مفروض هي حليفة يعني حلفة روسيا بالمنطقة باليمن وبسوريا وبلبنان مفروض روسيا تقوم بهال الإمدادات يعني انا بدي اشوف هون مثلا لي. يعني الموقف الايراني الايجابي مع روسيا وحتى يعني حتى نحكي على الممانعة كلها يا اخي السوري الممانعة كلها طيب خلينا نبلش انعكاس طيب. ازمه على الشرق الاوسط لا انا هون بدي ضوي على شغله يعني. كتير مهمه لانه في ازمه حتصير بالمنطقه بموضوع قصة القمح وقصة الطحين وقصة هذه الامور بلشت اوريدي بلشت يعني اليوم روسيا عم يحكى فيها اوريدي روسيا هي مصدر اكثر من اوكرانيا بهذا الموضوع ليش روسيا ما بتبدي حلفائها بهذا الموضوع يعني بتصدر للبنان ولسوريا ولليمن وبتغطي هذا العجز بس والا كلهم هول بدهم يقوموا ويناصروا روسيا بدون ثمن ما كمان هون في مسألة بدنا نفكر فيها يعني نحن انه انت عم توقف مع روسيا طب ما عم اقول واقف مع الامريكان ما بدي واقف مع الامريكان ولا مع هذا الموضوع بس ولكن على طول يكون في ثمن ليش روسيا ما بتتصدى لهذا الموضوع للمجاعة المنتظرة اللي بدها تصير باليمن واللي بدها تصير حتى بلبنان عم ينحكى طيب. انه ليش بدي اقول ارتفاع سعر الغاز وارتفاع سعر ليش بدي اسمع انا ليش بدي اسمع مثلا انه خبر الرد الروسي على ادانه الاعتداء ادانه الاجتياح او الحرب
الموقف الإسرائيلي من الحرب. ليش بدي أسمع أنا أنه يصير في رد وردت روسيا بعدم سيادتها على أرض الجولان؟ ليش هي قبل يعني كانت معترفة بسيادتها على الجولان؟ ليش ما بده يكون رد روسيا مبدئي من هذا الموضوع؟ فشفت كيف أن الموضوع أنه في شيء حتى ما أطلعش على لا لا أنا بدول هون التعامل حتى التعامل مع روسيا ما أنه تعامل بندية. أنا كحليف تبعية يعني؟ إيه في تبعية عمية بهذا الموضوع. طيب. وإلا طالب أنت روسيا بسد الفراغ. تمام. طيب. بهذا الموضوع شو انعكاسها على الشرق الاوسط حاليا هذه الحرب الروسيه او الازمه الاوكرانيه الروسيه؟ يعني بالدرجه الاولى انعكاس اقتصادي على بعض البلدان مثل مصر اللي هي بتعتمد بشكل كبير على الامدادات بمساله القمح وغيرها على اوكرانيا، مثل اليمن، مثل سوريا، مثل لبنان الى ما هنالك. هذا الانعكاس راح بيكون له أثر كتير سلبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحاكمة اليوم بالمنطقة. هلأ ممكن أنه يكون في شوية انفراجات، يعني مثل ما لمح خينا علي لموقف إسرائيل من روسيا، بس ما للأسف ما ضيعوا لبنان، ضيع الفرصة وراح هو كمان ضيع لبنان الفرصة. يعني مثلا لبنان شو موقعه بهالحرب؟ يعني في مثلا يركز على بيضة الأبان، في يركز على انه لازم يكون في مفاوضات، حيادي لازم حيادي. مثلا يكون حيادي. ليش نحن بكثير من القضايا في عنا حياد؟ ها عارف كيف؟ يعني مثلا واحدة المذيعات عمالي تحكي مع هذا تبع السوق الاوروبيه مش عارف شو اوكي، عمالي الا يعني اذا انت عمالي تقصدي العدو هو اسرائيل، ها قلت له لا سوريا، عم نحكي عن العدو سوريا. فما ليك يعني انه عنا بلبنان، يعني حتى الامارات بالاضافه بعض الامارات دوله عربيه امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الامن، امتنعت عن التصويت على الامارات في مصالح روسيه بالامارات. احنا قصتنا انه مره بنقول انه احنا مع الحياد، عارف كيف، الا شوي بنكون بقمه التطرف، انه شو دخلنا نحن بهذا؟ لا نحن بعتقد لبنان اختياره الخاص، لبنان صار له 6 اشهر مخصوص بالحياد، بس خليني اقول لبنان دوله، لبنان اصلا لا دوله تملك قرار موحد ولا شيء، بالفعل هو هيك اصلا. هلا بلا ما نفوت بهذا خلينا اللي صدر انه كيف صدر البيان باجتماع والرئيس مش عارف ومستشار الرئيس هو اللي وقع عليه، يعني بهدله. بس انا خليني اخذها مثل بيقولوا بالانجليزي لاير لاير، طبقه طبقه. تاثيرها على ايران، شو تاثيرها على ايران؟ هلا ايران انا برايي انه المستفيد الاكبر، الغرب رح بيحاول يسرع المفاوضات مع ايران لحتى يخفف من ازماته. اول شيء بالدرجه الاولى انه ما يكونش عنده مشكله مع ايران ومع روسيا، وعنده بده يخفف من ازماته، جبهات، تخفيف الجبهات يعني. وشغله ثانيه يحاول انه يعمل عمليه التفاف على الايرانيين بانه هل بالامكان انه ياخذوا منهم نفط وياخذوا منهم غاز وياخذوا منهم باك اب يعني انه يعني، او اذا حسب الغرب مزبوط ممكن يعطل عن موضوع الاتفاق، او لانه هو بيعرف يعطل عن يعطل. هات لك ليش، شو السبب؟ لانه هل ايران ستلتزم بالعقوبات على روسيا؟ أكيد لا. هل من يضمن أنه إيران ستلزم بالعقوبات مع روسيا؟ أعتقد هل من يضمن من أنه التحويل، أنت هل أنه أنت عندك قوة اقتصادية كمان بالمنطقة؟ إيران قوة اقتصادية كتير كبيرة وعندها ديون موجودة بمليارات الدولارات بالعالم، وعندها كمان قوة إنتاج نفط وغاز وعندها كل هذه الخيرات، هل من يضمن أنه كمان ما تتحول إيران لترانزيت لروسيا بعملية بعمليات كمان هذه كل هذه الامور؟ لأن روسيا كانت ترانزيت كمان. انت هون عم تشيب دوله محوريه قوي طبعا في ظل الموقف التركي السلبي من موضوع روسيا، فهون والدول العربيه كلها لا يعول على الموقف. هل مفاجئ مين بيبقى بالمنطقه؟ مين بيبقى بالمنطقه هون كحليف استراتيجي لروسيا؟ جيب لي حليف. ما في روسيا، سوريا مغلوب على امره ومضروب ولا تملك من الامكانات اي شيء. مين في؟ في ايران. اذا انت فكيت القيود عن ايران، فكيت هذه القيود كلها عن ايران، ستتحول إيران إلى مركز ترانزيت ووصل مع منقطع يعني اقتصاديا مع العالم ومع روسيا من جهة. هل الموقف يعني ممكن هذه نقطة مهمة؟ بس هذه ممكن يكون الأمريكان بعدهم عم ينزلوا لإيران مثل شرط الخليج، يعني عارف كيف، إنه يوصلوا من خلال الرسائل ومن خلاله يعملوا جسور
اتصال ببعض الدول. هذا كان يعني بالتسعينات هلا ما تعرف لانه كل السياسات القديمه عم تقعد تدفع على الصفحه. انا بقول هذا احتمال قائم. طيب يعني اليوم بدعم لنا اوكرانيا مثل افغانستان شو ممكن عملنا؟ هل يا ترى الموقف التركي السلبي هو محاوله لرمي الاحضان التركيه مجددا الى امريكا والغرب؟ يعني شفنا كان في برود بحلف الناتو. بس شفنا كان في برود بالعلاقه بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه. لو كان في فرق بين تركيا والولايات المتحده، وفي فرق بين انضمامها للناتو. انضمامها للناتو هو حصانه لها بالمنطقه، يعني لا يستطيع احد ان يشن اعتداء على تركيا، محصنه من روسيا، محصنه من ايران، محصنه من كل الاعتداءات اللي حواليها. شو بدها اكثر من هيك حصانه؟ هذا موضوع اصلا ما حدا بمس فيه، يعني انه هي انتماء للناتو. هذا موضوع العلاقات مع امريكا موضوع تاني. طيب. بس ولكن حتى راينا يعني شفنا يعني حاول تركيا انها تفوت على السوق الاوروبيه المشتركه، انها تكون جزء من الاتحاد الاوروبي، وما قدرت. ما قدرت اكيد. فمش بامكانها تفرط بورقه وجودها بالناتو. تمام. يعني طيب. شغله كثير مهمه. تركيا، ايران حكينا فيها. بالنسبه للدول العربيه هلا حاليا ما في دول عربيه اصلا بالوقت بالوضع ما عندنا دول عربيه، لانه اول شيء الدول العربيه قلت لك شيء، الدول العربيه مش على خط سواء كله. لا اكيد مش على خط سواء. اوكي. فمعناتها الدول العربيه ما فيك تحددها. في عندك مصر، في هذا بدل لك اياه. ما فيك تحدد الدول العربيه كمستفيده ككل او خسرانه ككل. طيب. لانه اصلا هن مش على وفاق. هلا بطبيعه الحال هون نحن بدنا نشوف كيف على المآلات نهايه هذا الموضوع كيف بده يكون لتحدد المستفيد. هلا بطبيعه الحال دول الخليج كلها حليفه للولايات المتحده الامريكيه. بس شفنا تقارب سعودي روسي بالفتره الاخيره. هلا بس ولكن الاساس في قواعد روسيه بقلب السعوديه. لا اكيد في قواعد امريكيه. في قواعد امريكيه بالامارات. في قواعد روسيه 100%. بس كنا عم نشوف نفس الشيء. كنا عم نشوف تقارب في الفتره الاخيره، تقارب اقتصادي. ومش بس هيك، يعني كنا عم نشوف رفض سعودي لزياده يعني الانتاجيه بالنفط، يعني على الرغم من مطالبه الولايات المتحده الامريكيه بهذا. هذا من ضمن الهوامش اللي مسمح لهم انه يلعبوا فيها. بس اخر شيء اذا بتحد المواجهه بين الولايات المتحده وبين روسيا، كل دول الخليج ومعظم الدول العربيه تصطف الى جانب الولايات المتحده الامريكيه. الريزيرف الوحيد محل روسيا لا اوروبا ولا امريكا السعوديه. هن بلدان الخليج. نعم. يعني دول الخليج. قطر من حيث يعني الغاز والسعوديه من حيث النفط. قطر والسعوديه. يعني انه ما ممكن تلاقي دول الخليج إلا بالخانة الأمريكية. يعني هذا شغلة محسومة. هل الحرب الأوكرانية الروسية سوف تخفف الضغط عن الشرق الأوسط، عن سوريا، عن اليمن؟ أنا بقول لك الشغلة كعربية مثل ما قلت لك. يعني هذا نكسي. أنا بعتبر إذا انضربت يعني طلعت روسيا قوية من هذا من هيدا الحرب، حيكون في نكسي لدول الخليج، انتكاسة لدول الخليج وبشكل عام للدول العربية. طبعا أنا المستفيد هي سوريا من خلال إذا أحسنت استخدام طبعا الموقف الإسرائيلي. الموقف الإسرائيلي إذا ما تطور بإدانة روسيا، وهم بدنا نشوف كمان في شغلة كتير مهمة. في تبادلات تجارية بين روسيا وبين إسرائيل. نعم. وفي شركات إسرائيلية عاملة بقلب روسيا، وفي شركات روسية عاملة بقلب. بدنا نشوف هون هل دخلت على خط المفاوضات، هل هون بدها تاخذ إعفاءات من الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع. هون إذا أخذت إعفاءات من يعني بتكون إسرائيل حفظت علاقتها مع روسيا بس. ولكن هون بنكون شفنا مدى الانحطاط الأخلاقي الأمريكي بهذا الموضوع. إنها تعطي إعفاءات لإسرائيل تحديدا من أجل علاقتها بروسيا، طبعا من أجل إنه هي موجودة بمنطقة تعتبر روسيا القوة العظمى بالمنطقة، بمنطقة هناك. فهون عم تحاول هون مثل إنه تمرق لها باس يعني أمريكا لإسرائيل بهذا الموضوع. فهم بدنا نشوف كيف بدها تتعامل إسرائيل مع هذا الموضوع. هل ستلتزم بالعقوبات أم ستحصل على إعفاء؟ وإذا خالفت يعني هون التزمت بالعقوبات، هون سيكون الرد الروسي عليها كتير قوي. ومن هذه الردود القوية حيكون الرد حيكون بسوريا. وهون أنا المهدى اللي ضل يعني الموضوع اللي بضلني انتقده، أنه ليش بدأ يطلع الطيران الإسرائيلي يقصف المواقع السورية في ظل الوجود الروسي في سوريا بدون أيران؟ وليش بدنا ننتظر تحولات إقليمية كبرى؟ نعم. من أجل أن نمنع هذا الروسي، يمنع هذا التدخل الإسرائيلي كمان. طيب. هذا نوع من الإزلال لسوريا ولكل خط يعني لخط الممانعة الذي يعني هلا عم بيهلل لروسيا. انا ما بدي هلل لروسيا. اذا بدي هلل لروسيا بدها تكون روسيا فعلا حليفه لإلي وتكون واقفه معي وقفه
وقفي صحيحة. مش يعني دبل ستاندر. مش دبل ستاندر. هم مصالحي أنا هون أضربه. يعني مثلاً بسمح باغتيال سمير القنطار مثلاً. ما طلعت الطائرات الإسرائيلية واغتالت سمير القنطار بقلب سوريا. بقلب سوريا اغتالته. طب موجود الروسي وموجود القسم السوري من القنيطرة بالجنان. هل يعني سوف تستفيد مصر من هيدا الوضع؟ كون مصر عم بتحاول تكون لاعب في الخط الغاز وتسهيل الغاز وتصديره إلى أوروبا؟ هلأ كل دولة عندها غاز ممكن تكون مستفيدة، بس ما بالنهاية كمان أنت بدك ما بلحوا لأوروبا. أوروبا كتير بدك تشوف أنت التكلفة. هيدا ضمن الخطة المصرية يعني. ميزة الغاز الروسي أنه تكلفته جدا متدنية متدنية وقربه من قربه على أوروبا. هلأ إذا بدك تأخذ غاز قطري حيكلف الضعفين. هيدا اللي قاله وزير الخارجية الروسي إذا ماني غلطان، قال أوروبا انتظروا أنه 4000 دولار سعر تقريبا من 2000 لل 4000، يعني الدبل تقريبا كاست رح تصير تبعه. بدي اوصل لاخر نقطه. ما بتحبوا تزيدوا شيء عن انعكاس الازمه على الشرق الاوسط قبل ما انتقل لاخر انا بس بدي اخر سؤال بحلقتنا الحلقه. نحن اصحاب قضايا واصحاب مصالح بمنطقه الشرق الاوسط. نعم. فالمفروض انه قبل ما ناخذ مواقفنا نشوف مصالحنا وين، وعلى اساس هذه المصالح كمان نحن نفاوض. نعم. يعني اليوم مثلا والله مثل ما قال الاستاذ علي انه انت بتسمح للإسرائيلي بأنه يضرب سوريا وقت اللي هو بده، وبتبطل تسمح له وقت اللي أنت بيصرح ضدك تصريح واحد. صحيح. طيب هذا اللي ماخد كل أرضنا مسموح له أنه يضرب، وإذا أخد منك موقف إعلامي ببطل مسموح له أنه يعمل شيء. طيب وين المعادلات؟ وين التعادل؟ وين الالتزام يا خي؟ الالتزام المصلحي مش مطلوب، التزام مبدئي. نعم. ما حدا بيعمل معك التزام مبدئي. بس كمان نحن كمان يعني أهل الأرض، أهل منطقة الشرق الأوسط، خلينا نأخذ موقفنا على أساس حفظ مصالحنا ومصالح شعوبنا، وما نفرط بهذه الشعوب بس والله لأنه يعني هوانا بمحل ومصالحنا الشخصية بمحل. تمام. حسين جيلان بيقول أوكرانيا تدعم الوطن العربي ب 60% من القمح، وأكثر طلاب العرب ما عمل تدعمه ببلاش بأوكرانيا. ما عم تدعمه ببلاش، هي مصدر للقمح، عمال نشتري منها، ما عمال تقدم لنا اياه يعني بالمجان. طيب. والحديد كمان، الحديد بلبنان غلي هلا. تمام. سؤالي الاخير لكم جميعا، هل نتجه الى نظام عالمي جديد؟ اوف كورس. انا برايي بدت اصلا. خليني اخذ جواب من كل واحد منكم. هيدا كل القضيه مش حرب اصلا. الحرب برايي انا مش حرب روسيه اوكرانيه، الحرب روسيه امريكيه. هلا في معطيات جديده بالعالم، سو بروكسي وور عم تسميها نحن بامريكا، غير نظام العالم الاحاديه العالميه. انا بعتبر ما عادش في صار في روسيا بالموضوع. بس ما عاش في احاديه امريكيه لحال. أكيد. عم نحكي عن اكيد هيدا رايي. هيدا رايي ليكو. هذا اللي كان عم ينحكى امبارح بفوكس نيوز بالسي ان ان، انه هل يا ترى نحن نتجه الى نظام ثلاثي الابعاد امريكا روسيا والصين؟ انا برايي هذا الاقرب للواقع بدايه بالمستقبل، بس بعد لحد هلا ما حدا، طالما امريكا قادره تحط عقوبات على العالم وما تقاتلها وتحقق امانيها، معناتها نحن بعدنا بالنظام الاحادي علي. اليوم تفضل فكمل الفكره ولا تفضل استاذ علي. ليك في مساله كثير مهمه. نعم. بموضوع النظام العالمي، يعني حتى في ظل النظام العالمي اللي كان قائم، نظام القطبين يعني الاتحاد السوفيتي وامريكا، كانت الغلبه للولايات المتحده الامريكيه. الغلبه من اي موضوع؟ بموضوع انه هي مركز تجاره، مركز التجاره العالمي، مش مركز، مركز النقد العالمي. نحن كلنا من الدول، كل العالم بالدول بالعملة بالدولار، وهي العملة المعتمدة عالميا للتداول، وهي مسيطرة على نظام التحويلات وعلى نظام المقاصات وعلى نظام كل السويفت وكل هذه الأمور اللي عم نحكي عنها. نعم. طالما الولايات المتحدة تتحكم بهذه الميزة، يعني هي تستطيع أن تفرض العقوبات على سوريا وعلى لبنان وعلى إيران وعلى العراق وحتى على روسيا، وكانت فرضتها على الاتحاد السوفيتي وقت ما بدها، وعلى أي دولة بالعالم من خلال منع من استخدام التداول بعملتها، فنحن بعدنا بعاد عن التشاركية بالموضوع. نحن بدنا هز كتير على مستوى العالم من شان يطلع عندك نظام عالمي جديد. هلأ فينا نقول أقطاب وقطب، عندنا مثلا القطب الصيني والقطب الروسي بس، ولكن القوة الأقوى هلأ عالميا اللي هي أدراني إن تحاصر بلد بدون أن تحرك عنصر واحد هي أمريكا. نعم. يعني أمريكا أدراني هلأ تحاصر أي بلد من دون أن تحرك جنديا. هيدي الميزة مش موجودة بعد عند حدا، موجودة عند أمريكا. عندما نستطيع أو يستطيع العالم، أنا ما خصني، عندما يستطيع العالم يعني الصين وروسيا
من أن يعتمدوا على عملة تانية يعني عملة تداولية غير الدولار. هنا نتكلم عن نظام القطبين أو نظام الثلاثة أقطاب بالتساوي والتوازي. في احنا في القطب ما فيك تقول أنه ما في قطب صيني، في قطب صيني مؤثر، في قطب إسرائيل روسي، بس ولكن القطب الأقوى هو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. بدون منازع يعني. بعتقد يمكن ما حكي كوننا ذكرنا الصين بشكل سريع، هل تستفيد الصين من هيدا التوقيت وتهجم على تايوان عليه؟ لا لا ما بتعتقدوا؟ ما في أول شيء بكير على موضوع على هذا الموضوع. الصين معركتها بالوقت الحالي معركة اقتصادية، يعني هي تسعى لأن تكون عام انتبه لل 2030 القوة الاقتصادية الأولى بالعالم. نعم. يعني أكبر من اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. هي الصين بالمناسبة تعمل ضمن غير خط الحرير الذي تعمل عليه، تشتري كل مناجم الذهب بالعالم. تضع يدها على وين في منجم بأفريقيا بتروح وبتشتري. الصين تعمل على شراء مناجم الذهب بالعالم كله من أجل تكوين أكبر احتياط ذهب موجود لديها، بالإضافة أكبر احتياط بالعملات الأجنبية موجود بالصين. فالصين تسعى إلى العملة البديلة. نعم. تسعى إلى العملة البديلة. هلأ منا بغمار أن تفوت بنزاع مع أوروبا ومع شركاء التجاريين حول العالم، لأنه عندها أكثر من 185 اتفاقية مع الدول الشريكة في المشروع الجديد، فكل موانئ وكل مطارات وكل يعني كل مشاريع مهمة. الصين تحضر يعني أن تكون القوة الاقتصادية المسيطرة والأولى في العالم، لأن تعرف أنه القوة مش بالعسكر القوة. أنا ما بتصور أن هلأ حتفوت على تايوان. أنا برأيي المرحلة اللي عم تمر فيها الصين هي مرحلة أني نايمي ما تفيقوني، مش أني فايقة ما تعصبوني. يعني الصين عارفة شو عمل يصير بالعالم، دارسة وحساباتها دقيقة جدا، ما رح بتفوت فوت تايوان هلأ. بس كمان بدك تاخذ بعين الاعتبار انه ما حدا يحرك وضع تايوان ضده. نعم. يعني الصين رح بتكون مثل روسيا في حال تحركت تايوان مثل اوكرانيا. نعم. يعني اليوم اللي بتحس انه الخطر صار موجود فيها ما رح تبقى ساكتة. تمام. اي تعليق عن الموضوع؟ بايد. تمام. شباب. وصلنا لنهاية الحلقة معكم، بتشكركم على وجودكم معنا في هذه الحلقة. كلمة أخيرة لكم، نبلش معك دكتور عبد. يعني نحن نتمنى أكيد نحن ضد الحرب، ونتمنى أنه ما يكون في حرب بالعالم نهائيا، وبالأخص عنا بالشرق الأوسط، وإن شاء الله تكون يعني هاي المرحلة آخر مرحلة وبدرة سلام ويحمل السلام على العالم كله. أنا الحقيقة قبل ما أجي عملت تسألني بنتي جوليا، عملت لي لوين رايح يا جدو؟ قلت لها أنا رايح في عندي انترفيو. اللي قالت لي عن شو الانترفيو؟ قلت لها بدنا نحكي عن الحرب. قالت لي وين؟ صرت بدي أشرح لها يعني روسيا وأوكرانيا وكذا. اللي قالت لي بدي يتقاتلوا ويقوسوا على بعضهم وهيك. قلت لها أنا إيه. اللي قالت لي هن ما فيهن شيء يقعدوا ويحكوا مع بعضهم لحتى لي ها ما حدنش يموت. قلت لها مبلا. قالت لي لكن ليش بدنا نوصل على بعضهم؟ نعم. انه طالما بعد في مجال للحوار وطالما بعد في مجال للمفاوضات، فخلينا نحاول نحفظ فقراء هذا العالم اللي عمال يتدوروا من الجوع وعمال يتدوروا يعني من نقص الامكانات ومن نقص مقومات الحياه والى ما هنالك. بس انا قبل ما انهي في عندي رساله صغيره خارج الموضوع، ممكن انه تمرق بشكل سريع. تفضل. انا بس بدي اقول للناس انه في عنا انتخابات مهمة جاية نهار الثلاثة. في خينا العباس فرحات مترشح على المجلس النيابي بميشيغان، ونحن هذا المكان خالي بالوقت الحالي، والمفروض انه نمليه بشباب يكونوا كفؤ ويكونوا مؤهلين. هذا الشاب مؤهل وكفوء، والتلاتة هي الانتخابات، ومعهم من هلأ للتلاتة يروحوا على المدينة لحتى ليصوتوا غيابيا. سبت بكرة فتحة والتنين فتحة المدينة. شكرا لكم ويطول بأعماركم. استاذ علي كلمة أخيرة لك. لك يعني ما غزي قوم في عقر دارهم إلا وذلوا. هون رسالة يعني كتير مهمة. طبعا اللي صار اللي عم بيصير بأوكرانيا أنا ما بتمنى سيناريو الحرب أبدا، بس كمان
لعله يكون هذا الشيء اللي صار بي يعني اللي قض مضاجع اوروبا ويعني فتح حرب بقلب اوروبا، انه يصحى الضمير العالمي والضمير الغربي على كل الحروب اللي شنت بالمناطق بكل العالم، يعني مش بس بالدول العربيه، حتى بافريقيا، بالدول العربيه، بالدول وين ما كان بالعالم، انه هول الاطفال باليمن وبسوريا وبالعراق اللي انقتلوا واللي انذبحوا واللي ما حدا حرك ساكن له، وبعد العلاقات مع الدول المعتدية على أحسن، ما شفنا عقوبات طلعت على أي دولة من هيدي الدول اللي هي اجتاحت اليمن ودمرت اليمن ودمرت سوريا ودمرت العراق ودمرت كل هيدي البلدان، ما شفنا أي عقوبات على إسرائيل اللي اجتاحت لبنان بعام 82 وبعام 78 وعملت عناقيد الغضب واليوم الحساب وال2006، وين هذا كان الضمير العالمي والضمير الحي؟ طبعا أنا بتعاطف مع كل هذه الشعوب اللي عم تعاني حتى من أوكرانيا، مع كل هذا ما بتمنى لهذا السيناريو لحدا، بس ولكن صحوة الضمير عند هذه الشعوب الغربية والشعوب العربية، مش لأنه هيدا الولد مش لأنه هيدا الولد أشقر وهيدي المرة شقرة أنه أنا لازم أتضامن معه، ولكن هذا الشاب لأنه أسمر أنا لازم أنه ما له حق بالحياة وما له. فهون مسألة كتير مهمة، واللي بإيده سلاح لازم ناخد درس من أوكرانيا، اللي بإيده سلاح ما يتنازل عنه أبدا. شكرا لك الصحافي الاستاذ علي منصور، شكرا لك الاستاذ زهير علوي والدكتور عبد القادر مهنا، شكرا لوجودكم معنا، التحيه موصوله والشكر لكم متابعينا ومشاهدينا على حسن المتابعه. التغطيه للحرب الروسيه على اوكرانيا او الازمه الاوكرانيه الروسيه تستمر على قناه شو الاخبار، دائما تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي كي يصلكم الخبر اولا وباللغه العربيه. هذه كانت حلقتنا لليوم وتغطيتنا للاحداث المستمره، شكرا لكم وتصبحون على الف خير.